السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بناتنا وأبنائنا الأعزاء. توقع الله بسم الله الرحمن الرحيم. يعني إحنا في المحاضرة دي هنختم إن شاء الله الكورس بتاع المايند والموفمنت بمحاضرة الإسليب، ألا وهي نعمة من نعم ربنا علينا. الحقيقة لو مش موجود الإسليب ده بيحصل disturbance of all body function. And even kleptomania insane، يعني ان واحد ممكن يتجنن، يصل الى مرحله الجنان. دي مشكله ان عدم النوم، يعني ده نعمه من نعم ربنا علينا. نشوف مع بعض كده. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نتكلم عن النوم، يبقى من المنطقي ان احنا نعرف طب احنا صحيين ازاي. يعني احنا صحيين ازاي؟ اليقظه، يعني الروزال ستيت اللي هو الويكفولنس، اليقظه. يعني قبل ما نتكلم عن النوم نتكلم عن اليقظه، وبعد نعرف ايه الميكانيزمز والاليات بتاعه النوم. ده عن طريق ما يسمى الريتيكولار فورميشن، هو اللي خاص بموضوع اليقظه ده. الريتيكولار فورميشن، الحقيقه الريتيكولار فورميشن ده عباره عن سكاتر نيوكلياي في منطقة البرين ستيم، يعني مجموعة خلايا عصبية متنطورة ومتوزعة في منطقة البرين ستيم. موجودة في طبعا برين ستيم زي ما حضراتكم عارفين، يعني الميد برين والبونز والمضلة اوبلونجيتا. في نيوكلياي تشمل في المضلة تخص الريتيكولار فورميشن، وفي نيوكلياي في البون تشمل الريتيكولار فورميشن، وفي نيوكلياي في الميد برين تشمل الريتيكولار فورميشن. الريتيكولار فورميشن إلى جانب وظائفه في حكايه اليقظه والنوم، هو بيمتلك الريتيكولار فورميشن ده في منطقه البرين ستيم، بيمتلك المراكز الحيويه لمعظم وظائف جسمنا. يعني لو حضرتك تتذكروا معايا كده، اللي هو الكارديو فاسكولار سنترز، اللي هو الفازوكونستريكتور سنترز والفازوديليتور سنتر والكارديو اكسلريتور سنتر والكارديو انهيبيتور سنتر، دي نيوكليوي داخل منطقه الريتيكولار فورميشن، الى جانب المراكز بتاعه الريسبيريشن، يعني الابنيوستيك سنتر والنيموتاكسيك سنتر والريسبيراتوري والاكسبيراتوري سنتر والدورزال جروب والفنترال جروب والنيوكليوي بتاع الريسبيريشن. كل ده يشمل الريتيكولار فورميشن، يعني الموضوع مش قاصر. وكل العلامات الحيويه على سبيل المثال الايموشن كمان والوظائف الليمبيك سيستم، ده برضه النيوكليوي دي داخله معانا في تركيب الايموشن والبيهيفير في الليمبيك سيستم. داخل معانا كمان المراكز اللي بتتحكم في وظائف الجي اي تي، اللي هو السليفري سكريشنز والشيوينج ريفلكس والفوميتنج اند سو اون. يعني كل الحاجات دي كلها، الخلايا العصبيه اللي موجوده في منطقه البرين ستيم هي بتخدم على كل الوظائف اللي انا قلتها دي، بما فيهم موضوع النوم واليقظه. فهو الكونكشنز بتاع الريتيكولار فورميشن، كونكشن بيجي له افرنت منين، بيستقبل امبلس منين، وبيودي لمين، بيبعت لمين. افرنت والافرنت يعني الكونكشن بتاع الريتيكولار فورميشن. لو شفنا كده مع بعض، الافرنت الاول ادي الريتيكولار فورميشن، بيستقبل من السنسوري باس ويز، وده مهم جدا في ان احنا نبقى يقظين. يعني انت الاوبتيك باس واي والاوديتري باس واي والفاكتوري باس واي والسنسوري باس واي، كلها التراكتات اللي احنا اخذناها كل، يعني معنى كده ان انا ممكن اصحى باي حاسه من دول، سواء حاسه تخص الجنرال سنس او السبيشال سنس، يعني اي حاسه ممكن تاثر على المركز ده وتخليني في حاله يقظه. الكورتكس بتبعت امبلس ريتيكولار فورميشن، السلامس، السريبيلا عشان تحفظ اتزانك، لازم تبقى يقظ وانت بتحفظ اتزانك. السباينال كورد بما فيه الباسويز بتاعه التاتش والبين والتمبريتشر والكاينيستيك سنسيشن البروبريسبتيف سنسيشن، والكوربس استرييتم بتاع البيزل جانجليا بيبعت برضه للريتيكولار فورميشن. اذا الريتيكولار فورميشن دي بتجمع امبلس من الاماكن دي كلها. ده الافرنت بتاع الريتيكولار فورميشن. الافرنت كونكشن بتاع الريتيكولار فورميشن بقى، هي بتبعت لمين؟ بتستقبل من دول. طب هي بتبعت لمين؟ تبعت للسيريبيلم، يعني هات وخد اهو، هات وخد السيريبيلم، هات وخد الكورتكس، هات وخد منطقه السلامس، هات وخد يعني السلامس والسيريبيلم والكورتكس، هات وخد يعني رايح جاي دبل واي، افرنت وافرنت. هي بتبعت للسبستانشا نيجرا، تبعت للريد نيوكليس في منطقه البرين ستيم، تبعت لمنطقه التكتم في الميد برين، تبعت برضو للسبينال كورد هات وخد، يبقى ده احنا عندنا الكونكشنز بتاع
عشان نخدم على وظائف داتيك انفورميشن، تستقبل من الاماكن دي وبتبعت للاماكن دي. الفانكشنال ديفيجن بتاع ريتيكولار فورميشن لو قسمناها نلاقي في حاجه اسمها ريتيكولار اكتيفيتنج سيستم. ريتيكولار اكتيفيتنج سيستم من خلال الكونكشنز، الكونكشنز بتاعه ريتيكولار فورميشن از بليفد تو بي سنتر اوف اراوزال اند موتيفيشن في الماملز انكلودنج الهيومنز. يعني ده السنتر بتاع اليقظه اللي هو ريتيكولار اكتيفيتنج سيستم، ده السنتر بتاع اليقظه في الماملز في الثدييات عامه بما فيهم الجنس البشري. وفي جزئين ascending reticular formation و descending reticular activating system، يعني في ascending impulse وفي reticular descending impulse. ascending reticular activation system ascending ده بيستقبل impulse منين؟ ascending reticular activation بيستقبل impulse من sensory pathway اللي احنا قلناه من شوية عبر ascending spinal tract اللي هم lateral spinothalamic tract, ventral spinothalamic tract, medial colon, medial meniscus, sorry, medial meniscus, gracilocornean tract, وprojectile impulse للثالاماس والسيريبرال كورتكس. بيستقبل من دول ويبعت للثالاماس والسيريبرال كورتكس عشان تديني السنس اوف اويكنس. بيلعب رول الاسندنج ريتيكولار فورميشن ده في الالرتنس اليقظه، مينتنس اوف اتنشن الحفاظ على الانتباه تبقى مركز ركز، ويكفولنس اللي هو اليقظه. Emotional reactions important في learning process، يعني حكاية reward and punishment هو بيساهم في هذا الموضوع اللي هو الايموشن الخاصة بالليرنينج. يعني انت لو ذاكرت مش عارف الموضوع ان هو هنكافئك بكذا، لو ما ذاكرتش هنعاقبك بكذا، يبقى ده اللي هو الايموشنال باترن المصاحب للليرنينج. انا بحب المادة دي، انا بكره المادة دي، and so on. هو بيتدخل في هذه الايموشن المصاحبة بعملية الليرنينج. التيومرز او الليجنز في هذه المنطقه ده بيؤدي الى سليبنج سيكنس، او على راس القائمه يؤدي الى غيبوبه، تفقد الوعي. هو ده بتاع الالرت بتاع يقظه، بنتفقد الوعي على طول، ده يؤدي الى كوم. لانه هو بتفقد الوعي ليه؟ لانه على اتصال وثيق بالسيريبرال كورتكس، ودي مركز الوعي، دي مركز الوعي السيريبرال كورتكس، هو بيبعت لها امبلس عشان تفضل يقظ. وانس ان حصل فيه ديستربنس مش هيبعت امبلس في غيبوبه. الديسندنج ريتيكولار اكتيفيتنج سيستم بقى الديسندنج في انهيبيتوري وفي فاسيليتاتور، في نوعين، في انهيبيتوري ديسندنج ريتيكولار اكتيفيتنج سيستم وفي انهيبيتوري ديسندنج ريتيكولار اكتيفيتنج سيستم. الانهيبيتوري ده بيلعب دور في السموثنس والاكيوريسي بتاع الفولنتري موفمنت عن طريق ان هو بيبعت امبلس عن طريق ما يسمى اللاترال سباينو سيراميك لاترال ريتيكولو سباينو ريتيكولو سباينال تراكت. لاترال ريتيكولو سباينال تراكت احد الاكسترا براندل تراكت، بيبعت انهيبيتوري امبلس للانتيريور هورن سيلز في السبينال كورد، في حين ان ده بيبعت فاسيليتاتور امبلس للانتيريور هورن سيلز في السبينال كورد عبر ما يسمى الميديال او الفنترال ريتيكولو سباينال تراكت. هنا ده وظيفته ان هو بيعمل انهيبيشن ده عشان يخلي الحركه سموث. لما تيجي تعمل فليكشن فانت مضطر مثلا تعمل تحفز الاكستنسور عن طريق الفاسيليتيشن ده، بسرعه تحفز الفليكسورز اللي هم البايسبس ماسل بتوع الالبو، وتعمل انهيبيشن الاكستنسور بتوع الالبو اللي هو الترايسبس ماسل. هنا انهيبيشن، هنا فاسيليتيشن ات ذا سيم تايم، ده يخلي الحركه سموث ويعمل اكيوريسي في البلانتري موفمنت ويمنع الرعشه في البلانتري موفمنت. المسؤول برضو عن الريفلكس موفمنت، بيعمل انهيبيشن للريفلكس موفمنت. يعني في بعض الريفلكس ممكن تعملها انهيبيشن عن طريق ديسندنج تراك. ريجيوليت مسؤول عن الرعشه والكلام ده ممكن يحصل لها انهيبيشن. ريجيوليت المسل تون زي ما اتفقنا حضراتكم، وده مهم عشان الحفاظ على الوضع بتاع الجسم اثناء السكون اللي بنسميه البوتشر، ده الانهيبيشن باسوي. كنترول اوبجيتيف فانكشنز اللي هي الحاجات الابداعيه بقى، يعني انت عايز تلعب بيانو وعايز تكتب على الكيبورد، اللي هي الحركات اللي محتاجه مهارات هو بيتحكم او بيخليها تؤدى بسلاسه. الفاسيليتاتور بيلعب دور في قلنا المسل تون، هو بينشط المسل تون في حين ان ده بيقلل المسل تون. الانهيبيتوري ده فاسيليتاتور اوتونوميك رياكشن فانكشن، وده اللي انا قلتها من شويه، يعني اللي هو الكارديو اكسلراتور والكارديو انهيبيتور والبازو كونستريكتور والبازو دايليتور بيتحكموا في الكارديو فاسكولار فانكشن، والريسبيراتور سنترز بيتحكموا في الريسبيريشن، والجي اي تي سنترز ده اللي هو الاوتونوميك فانكشن، ده ما يخص الاوتونوميك فانكشن. اكتيفيت الاسندنج ريتيكولار اكتيفيتنج سيستم، يعني ده فاسيليتاتور برضه بينشط مع انه بالسندنج اهو، وبيبعت امبلس ينشط الاسندنج ريتيكولار اكتيفيتنج سيستم. يبقى ده اللي هم ده الديسندنج، سواء منه الانهيبيتوري وسواء منه الاكزيتاتور او الفاسيليتاتور. وزي ما حضراتكم عارفين ان الاكسترا برانجل تراكت ده ما هو الا
احد الاكس الريتيكولار فورميشن ده، ما هو احد اللي هي المنشا بتاع احد الباسويز في الاكسترا جرانولار تراكت اللي هو الريتيكولو سباينال تراكت. الريتيكولو سباينال تراكت بيروح ياثر على الانتيرور هورن سيلز في السباينال كورد، سواء يعمل لها ستيميوليشن اذا كان هو جاي من اللي هو ما يسمى الميديال او الفينترال ريتيكولو سباينال تراكت، لكن اللاترال ريتيكولو سباينال تراكت ده بيعمل انهيبيشن للانتيرور هورن سيلز. ده ما يتعلق بيه. هو اتفقنا ان هو جزء من الاكسترا برانجال سيستم، يعني هو جزء من الاكسترا برانجال سيستم. الاكسترا برانجال سيستم زي ما حضراتكم عارفين كل دول احنا عندنا الريد نيوكليس، ريد نيوكليس بتبعت روبرو سباينال تراكت للسباينال كورد، ده في منطقه الميد برين. هذا الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم اهو بيبعت ريتيكولو سباينال تراكت اللي مسؤول عن الويكنج اليقظه، البريزنج بيتحكم في التنفس الى اخره زي ما اتفقنا. عندنا الكورتيكو سباينال تراكت ده البيراميدال، ده البيراميدال تراكت، لكن اللي جايين دول منطقه البرين ستيم دول نازلين سباينال كورد دول بيسموهم اكسترا برانجال تراكت. السيبرال كوليكولاس ده التيكتو سباينال، والفيستيبولار ده الفيستيبولو سباينال. اذا هو الريتيكولو سباينال تراكت اللي هو ده هو احد الاكسترا برانجال تراكتس اللي موجوده في منطقه البرين ستيم ونازله للسباينال كورد. هو نفس القصه هنا، هذا اللاترال ده ما يسمى، ثواني كده مع حضراتكم، ثواني. يبقى احنا عندنا هنا عندنا ريتيكولار فورميشن، ده ريتيكولار فورميشن. ريتيكولار فورميشن قلنا بيبعت امبلس عبر ما يسمى فينترال ولاترال، ده اللاترال، ده اللاترال بيعمل كروسنج للاوبوزيت سايد، ده اللاترال ريتيكولو سباينال تراكت، في حين ان الفينترال ريتيكولو سباينال تراكت بيمشي في السيم سايد. ده اكزيتاتوري للانتيريور هورن سيلز، واللاترال ده انهيبيتوري للانتيريور هورن سيلز، مش هتحكم في المسل تون. اذا الريتيكولار فورميشن اهو هو جزء في موجود في منطقه برين ستيم، بيبعت امبلس بتعمل كروسنج للاوبوزيت سايد، ده لاترال ريتيكولو سباينال تراكت، وده بيعمل انهيبيشن للمسل تون. في حين ان الامبلس اللي بتمشي في السيم سايد كده وتنزل في السيم سايد، ده الفنترال ريتيكولو سباينال تراكت، وده بيعمل ستيميوليشن للانتيريور هورن سيلز عشان في النهايه نأدي حركه سموث. الاكسترا برانجال تراكت زي ما حضراتكم عارفين السيستم نفسه، السيستم يعني بما فيه التراكتات، لكن هو في نيوكلي بتساهم في تكوين هذا السيستم، منها السيريبرال كورتكس، السبلمنتال موتور اريا 4 اللي هي اريبو اريا 4 واريا 6 تبعت امبلس ومخرجنا زي ما على منطقه البرين ستيم. انا يهمني ده يوزع ريتيكولار فورميشن اهو، ده الكونكشن مع الكوربس ستريتوم في البيزل جانجيا، هيوزع ريتيكولار فورميشن ويدي الميديال ريتيكولو سباينال تراكت واللاترال ريتيكولو سباينال تراكت. ده بيعمل ستيميوليشن للانتي جرافيتي مسل، وده بيعمل انهيبيشن للانتي جرافيتي مسل. ده بيعمل انهيبيشن وده بيعمل فاسيليتيشن او ستيميوليشن للانتي جرافيتي مسل. يبقى ده اهو جزء من ريتيكولار فورميشن، هو جزء من الاكسترا بيراميدال سيستم. ايوه بس لو ممكن ترجع السلايد اللي قبلها، الصوت قطع بعد ما قلت لنا اريا 4 و 6. يعني انا اعمل يعني منين اروح فين؟ من عند السبلمنتال 4 اريا. يعني الاكسترا برامينال سيستم ده بما فيه يعني يشمل التراكت اللي هو التراكتات دي التراكتات، سواء كان الروبرو سباينال او الريتيكولو سباينال او الفيستيبلو سباينال او التيكتو سباينال، ده اسمهم اللي هم الاكسترا برامينال تراكتس، دول جزء من السيستم. طب السيستم ده عباره عن ايه؟ عباره عن كورتيكال اريا، عباره عن البيزل جانجليا متمثله في الاسترياتم والجلوبس باليدس. مخرج الامبلس من الجلوبس احنا عرفنا ان مخرج الامبلس من البيزل جانجليا هو الجلوبس باليدس، هو اللي بيوزع على منطقه البرين ستيم كده عشان يتحكم في الكنترول بتاع الموفمنت. فهو هنا الجلوبس باليدس ادى علاقته بالريتيكولار فورميشن في منطقه البرين ستيم، واحنا عندنا لاترال ريتيكولو سباينال تراك ده مسؤول اساسا عن انهيبيشوري الانهيبيتوري فانكشن في الانتي جرافيتي مسل، بيقلل المسل تون. وده الميديال او الفنترال ريتيكولو سباينال تراك ده مسؤول عن الفاسيليتيشن بتاع المسل تون في الانتي جرافيتي مسل. ده اللي هو ده اللي عايزين بس نوضح ان الريتيكولو فورميشن جزء من الاكسترا برانجال سيستم. الاروزال ميكانيزم بقى، الاروزال ميكانيزم كيف يتم ان احنا يعني حاسس ان انت صحي ازاي؟ يعني انت صحي ازاي؟ الريتيكولو فورميشن، الريتيكولو فورميشن بيدخلنا في دايره كده بتشمل الثالاموس والسيريبرال كورتكس، يعني النيرونز بتاع الثالاموس والنيرونز بتاع السيريبرال كورتكس. ايه القصه؟ ان هي بتبتدي الامبلس، وات ايفر احنا هنشوف دلوقتي انت هتنشط الريتيكولار فورميشن ازاي وهتصحى.
وانس ان انت صحيت عشان احتفظ باليقظه دي لمده ما يقرب من 16 ل 18 ساعه يوميا في الناس الطبيعيين، بندخل في دائره مقفوله اسمها الكلوزد تشين سيركت، او بنسميها الريفربريتنج سيركت، كلوزد تشين سيركت او الريفربريتنج، دائره مقفوله. الريتيكو فورميشن بينشط الثالاموس وهي بدورها تنشط الكورتكس، والكورتكس يرجع ينشط الريتيكو فورميشن وهي الثالاموس الريتيكو فورميشن السيرفر كورتكس الثالاموس اند سو اون. يبقى الريتيكو فورميشن ينشط الثالاموس، والثالاموس تنشط الكورتكس، والكورتكس ينشط الريتيكو فورميشن، ونرجع للثالاموس تاني الكورتكس وهكذا. الدائره دي بتفضل شغاله الا اذا تفضل شغاله وتفضل صاحي اللي حصل اذا حصل ديبليشنز في النيورو ترانسميتر اللي بين السينابسز دي، يعني حصل نفاذ للكيميكال ترانسميتر اللي موجوده دي فتؤدي الى النوم، يبقى ده الميكانيزم بتاع النوم هنا. يبقى احنا يقظين بالدائره دي. وانس ان حصل ديبليشن ونفاذ في الكيميكال ترانسميتر حضرتك بتنام، واثناء فتره النوم اللي هي تقترب من 6 الى 8 ساعات بيعاد بناء الكيميكال ترانسميتر تاني كده. وبعدين هنشغل الدائره تاني ازاي ده هنعرفه بعد شويه، هنشغل الدائره دي تاني وتفضل صحي تاني ازاي وهكذا. فده القصه بتاع الاروزال ميكانيزم واحنا صاحيين ازاي. والثالاموس هنا يخصنا بعض النيوكلياي في الثالاموس وليس كلها. النيوكلياي اللي خاصه بالاروزال فانكشنز في الثالاموس الا وهي النون سبيسيفيك سلاميك نيوكلياي، مش السبيسيفيك، يعني النون سبيسيفيك اللي هم الميد لاين والانترا لامينر والريتيكولار سلاميك نيوكلياي. يبقى الريتيكولار والانترا لامينر والميد لاين سلاميك نيوكلياي هم دول اللي خاصين بموضوع الاروزال فانكشن. لكن طبعا خدتوا حضراتكم في السنسوري باس ويز الى اخره، دي البوسترو فينترا نيوكليس اوف ذا ثالاموس، دي في الباس وي اللي هو الجنرال سنسيشن. وخدتوا مثلا الميديال جينيكليت بادي ده بتاع الهيرنج، واللاترال جينيكليت بادي ده بتاع الفيجن اند سو اون. كان في سبيسيفيك نيوكليس اللي انا قلتها من شويه دي، لكن دول النون سبيسيفيك اللي منوطين معانا في الاروزال فانكشن. يبقى الاروزال دي الدايره اهي اللي قلنا عليها الريفربريتنج سيركت، دي الريفربريتنج سيركت ريفربريتنج تفضل شغاله لمده ما يقرب من 6 ل 18 ساعه، يعني في متوسط 16 ساعه. يبقى بتبتدي الامبلس ادر تيكولر فورميشن تيكولر اكتيفيتنج سيستم شغال ينشط النون سبيسيفيك سلاميك نيوكليوي اللي انا قلتهم الانترا لامينر والميد لاينز والريتيكل، وهي بيقدروا تنشط الكورتكس، والكورتكس ترجع تنشط الريتيكل. يعني نوع من انواع البوزيتيف فيدباك ميكانيزم، ده بوزيتيف فيدباك ميكانيزم. وتفضل الدائره شغاله الى ان ينفذ الكيميكال ترانسميتر ويخلص وينتهي في الدائره دي فتنام. انت هتنام اوتوماتيك، دي بنسميها الباسيف ثيوري اوف ذا سليب. انا قلتها دلوقتي وهي موجوده احد النظريات اللي هتكلم عنها بعد شويه، لكن انا قلتها دلوقتي خلاص انتوا فهمتوها عشان ما نعيدها تاني. يبقى دي الباسيف ثيوري اوف ذا سليب، احد النظريات اللي بتفسر عمليه النوم. انت اثناء فتره النوم الثمان ساعات دول بيعاد بناء الكيميكال ترانسميتر. لما يعاد بناء الكيميكال ترانسميتر تاني تقوم سيادتك، يبقى يعني دي انت في الاداء اثناء النوم يعاد بناء الكيميكال ترانسميتر 8 ساعات. ما يعاد بناء الكيميكال ترانسميتر انت محتاج حد يشغل الدائره تاني. مين اللي هيشغلها ده هنعرفه بعد شويه. ايه اللي هيشغل الدائره دي تاني عشان تصحى تاني ان الكيميكال ترانسميتر اعيد بنائها بقى خلاص. يبقى الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم مكانه، خلصت الكلام بقى، مكانه في الريتيكولار فورميشن في منطقه البونز والميزنكفرين، يعني منطقه الميد برين مش في السبينال كورد. يبقى دلوقتي الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم موجود في منطقه البونز والميد برين. النيورونز كان بي اكتيفيتد باي سنسوري سيجنال من البروبروسيبت. يعني انت لو لاحظت سيادتك كده، يعني انت لما تكون نايم انت مجرد بس ما تمشي كده، تصحى من النوم وتمشي بس كده في الغرفه او في الصاله عندك، او تمشي كام خطوه كده، انت بتنشط المصل والبروبروسيبشن، بتبعت امبلس لمركز اليقظه، بتلاقيك فوقت بقى خلاص، تلاقيك صحيت وبدات تفوق بقى خلاص وراح النوم عنك. مجرد ما تمشي بس كده، تقوم شويه وتمشي شويه. الفانكشنز بتاعت الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم ده تبعت اكزيتاتوري امبلس للكورتكس، والكورتكس هي المنوطه بدرجه الوعي واليقظه، خلاص يعني من خلال الثالاموس. يعني ده هيبعت للثالاموس الاول السكرتير بتاعنا، وهو يبعت للكورتكس خلاص مع عن طريق قلنا ايه في الثالاموس النون سبيسيفيك سلاميك نيوكليوي اللي انا قلتهم من شويه، اللي هم الريتيكولار والميد لاين والانترا لامينر سلاميك نيوكليوي. الإفكت الإمبلس أرايزنج من الريتيكولار أكتيفيتنج سيستم ده بتعمل ديفيوز كورتيكال أكتيفيشن. يعني هي الإمبلس زي ما قلنا في الدايرة، يعني أنت الإمبلس اللي جاي من الريتيكولار أكتيفيتنج سيستم بتعمل ديفيوز كورتيكال ستيميوليشن عن طريق الثالاموس، تمر على الثالاموس الأول وتنشط كل مراكز السريبرال كورتكس الحية. دي الديفيوز، يعني بتنشط كل مراكز قشرة المخ. طب إيه اللي يتحكم بقى في نشاط الريتيكولار أكتيفيتنج سيستم وتنام أو تصحى؟ في اللي هو اهم حاجه اللي هي الاشارات الحسيه اللي بتيجي من اماكن مختلفه في الجسم،
سنسوري سيجنال، يعني لما بحب اصحيك مثلا او اشكك بالدبوس بين تصحى، اقعد اطبطب بايدي كده، اقعد اقول لك اصحى 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 اصحى. التاتش بروبروسيبتيفز مرتاح حضراتكم مؤثر، حركه العضلات حتى وانت نايم على السرير لو حركت الركبه بتاعتك قعدت تفرد وتثني في الركبه كده بس هتلاقيك نفسك صحيت. التمبريتشر نحط عليك ميه بارده ميه سخنه هتصحى. الاوديوتري شغلنا المنبه جنبك. الفيجوال لو سلطنا النور في عينيك ده وانت نايم فتحنا عينيك والنور هتصحى. كل امبلس دي من الاماكن دي عن طريق ان هم كلهم لهم باس واي، فالباس واي ده هو في الطريق الرئيسي الى الكورتكس بيبعت كولاترال. الكولاترال ده يبقى في فرع جانبي كده بيروح للريتيكولار اكتيفيتنج سيستم من الباس ويز الرئيسيه بتاعت دول، بتنشط الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم بتخليك يقظ واليرت. لما الاخ ينام الاويكن ذا سبجكت ايميديتلي وذا سبجكت از سليبنج، يعني لما الشخص يبقى نايم الحاجات دي تصحيك على طول، الحاجات دي بتصحيك حتى لو انت نايم. يبقى ده بس اللي نقصده ان الادل باسويز كلها قدام حضراتكم، اللي جاي من التاتش والتمبريتشر والبين التاتش والبريشر والبين والتمبريتشر اللي ده اللاترال سباينو سيراميك تراكت خلاص، والتاتش والبريشر والفايبريشن ده الجراسيل والكونيت تراكتس خلاص. كل الامبلس دي في النهايه بتروح للسلامس سلامس، والسلامس هنا هي اللي منوطه ان هي تبعت للكورتكس، والكورتكس هي بتنشط الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم وتصحيك. هذا الباسوي اهو السنسيشن بتجي اهو خلاص، وكلهم بيبعتوا امبلس للريتيكولار اكتيفيتنج سيستم حتى هم ماشيين كده قبل ما يوصلوا للسلامس. على فكره كل السنسوري باس ويز بتدي برانش جانبي كده لمنطقه الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم في برين ستيم وتشغله، يبقى انت عندك الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم اشتغل ايه، هو يبعت للسلامس والسلامس تبعت للكورتكس، او انها وهنوصل للسلامس كده كده وصلنا للسلامس والسلامس تبعت للكورتكس والكورتكس نشط الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم وندخل في الدائره المقفوله بتاعتنا. حاجة تانية الفيدباك سيجنال من السليبر كورتكس اللي احنا وضحناه اللي هو البوزيتيف فيدباك ميكانيزم. انت لو بتنشط الكورتكس باي سينكينج او موتور اكتيفيتي، يعني بتفكر بس او بتفكر في حاجة او اي نشاط حركي، ده بيبعت امبلس، ده طبعا من وظيفة الكورتكس، انت بتفكر او يعني بتفكر او هتعمل نشاط حركة ارادية، يعني ده بيبعت امبلس للريتيكولار اكتيفيتنج سيستم ينشطها تبقى يقظة. طيب ده بنسميه البوزيتيف فيدباك ميكانيزم من خلال الدايره اللي احنا شرحناها اللي بين الكورتكس والريتيكولار اكتيفيتنج سيستم والثالامس. طبعا زي ما ده الاثبات ان انت لما بتبقى انت قلقان او منزعج او بتفكر في شيء ما ده بيجي لك ارق عدم النوم انك منشط الدايره دي، ده الالرتنس بتبقى يقظ. بعض النيورو ترانسميتر بتتحكم في اداء الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم زي مين؟ ادرينالين والنور ادرينالين، دول بيقللوا الثريشولد بتاع الاكزايتيشن، يعني انت على اللمسه، يعني انت لو نايم كده والادرينالين والنور ادرينالين زادوا تصحى على طول. وانتوا بتلاحظوها الناس اللي هم عندهم شعور بالمسؤوليه انقص درجات او كلام من هذا القبيل، خوفه وقلقه ده بيزود الادرينالين، فهو لحد الامتحان، يعني انا خلصت امتحان ابقى سعيد بقى هروح انام بقى مش عارف انام برضه، لان الادرينالين لسه عاليين في الدم منشطين الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم فمديني احساس باليقظه. الى ان ينتهي تاثير الادرينالين والنور ادرينالين ده انام بقى بعدها. السيروتونين على النقيض هو مين لانهبيتوري، بس السيروتونين ده بيعمل انهبيشن للريتيكولار اكتيفيتنج سيستم وبينيم. يبقى السيروتونين اللي هو الفايف هيدروكسي تريبتامين ده احد النيورو ترانسميتر اللي مسؤول عن الانهبيشن بتاع الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم وبالتالي يؤدي الى النوم. وبعدين ده يصحيني، وده اللي بيحصل مع الاسترس والقلق والتوتر، ده بيبقى زايد فمش عارف تنام، السيروتونين ده بينيم. في مركز تاني غير الريتيكولار اكتيفيتنج. ايوه يا دكتوره اتفضلي. ايوه دكتور، عن اذنك في السلايد اللي قبلها لما جيت تتكلم عن النور ادرينالين برضه نفس الشيء، الصوت راح ثواني ورجع لما تكلمت عن السيروتونين. اعمل ايه؟ ممكن تشرح الادرينالين مره ثانيه؟ الادرينالين ما انا شرحته يا دكتوره، هو بيقلل الثريشولد اوف اكزيشن، يعني انت بتبقى على اللمسه، يعني بيخلي الثريشولد بتاع تصارب بمنتهى السهوله عشان تصحي. يعني الادرينالين دول لما بيزيدوا في الجسم مع الاستريس والقلق والتوتر دول بينشطوا الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم، والسيروتونين بيعملوا انهبيشن، ده ينيم ده يصحيك. وانا شرحت المثال بعد الامتحانات بتاعتنا. نيجي بقى للريتيكولار انهبيتوري سيستم. الريتيكولار انهبيتوري سيستم ده اللي بيدعونا ده بيشتغل عكس الريتيكولار اكتيفيتي، يعني ده بتاع النوم، مركز ده بتاع النوم، والريتيكولار اكتيفيتنج سيستم ده بتاع اليقظه. فلو انا نشطت ده، لو انا نشطت ده
في منطقه البرين ستيم في المظله بالتحديد. يعني على فكره الريتيكولار اكتيفيتنج ده موجود في البونز والميد برين، ده في البونز والميد برين بتاع اليقظه بتاع النوم اللي هو ده موجود في المظله اوبلونجاتا. فانت لو نشطت ده، وده اللي بنشتغل عليه في الادويه، يعني يقول لك دواء منوم، او في بعض ادويه الكحه بتبقى سيديتنج بتهدي الاعصاب وتنيم. هي بتنيم ازاي؟ انت بتنشط المركز ده اللي هو الريتيكولار انهبيتوري سيستم ده. ده الادويه او العلاجات اللي بناخدها بنديها للمرضى دي بتنشط المركز ده في منطقه المظله. لما المركز ده ينشط شوفهم يبعت انتر نيرون يوم يعمل انهبيشن للريتيكولار اكتيفيتنج سيستم، بدل ما يكون شغال يعمل انهبيشن لده، فانت تنام على طول. مركز اليقظه ما عادش شغال، تنام والدايره تقف. ان جزء من الدايره بتاعه اليقظه بقى ما عادش شغال، يبقى الدايره هتقف، اللي هي الدايره اللي بين السيريبرال كورتكس والريتيكولار اكتيفيتنج سيستم والثالاموس. فجزء منها اتقطع، يبقى الدايره مش هتكتمل، يبقى بالطريقه دي هتنام. يبقى هو ده بنسميه العلاقه دي، ان لما يكون ده شغال يعمل انهبيشن لده، ده بنسميه الريسيبروكال انهبيشن ميكانيزم، او بنسميه ريسيبروكال انرفيشن ميكانيزم. مكان الريتيكولار انهبيتوري سيستم هو في الفنترو ميديال بارت بتاع المظله او اللونجاتا، وده انهبيتوري ريتيكولار اكتيفيتنج سيستم، وده وظيفته اندكشن اوف ذا سليب، يعني يؤدي الى النوم اذا كان ده نشط. يعني الدايورنال والسيركاديان فاريشن بتاع موضوع السليب باترن، احنا عندنا في بعض الهرمونات زي ما انتم شايفين كده، هرمونات كتيره اهي هنشرحها بعد شويه، بتتحكم في اليقظه والنوم. يعني في بعض الهرمونات تتحكم في اليقظه والنوم. يعني على سبيل المثال لو شفنا هرمون الكورتيزول بالتحديد ده، لما يكون زايد في الدم تبقى انت سيادتك نشط ونشاطا ويؤدي الى اليقظه. في حين هرمون الميلاتونين ده اللي بيزيد بالليل الساعه 12 بالليل دوت، شوف هرمون الكورتيزول بيزيد الساعه 6 صباحا عشان تزيد النشاط اليومي بتاعك، يعني تزيد نشاطك اليومي بالكورتيزول ده، ده بيصح. لكن الميلاتونين ده بيزيد بالليل في الساعه 12 بالليل اول، لما يزيد هرمون الميلاتونين ده بيؤدي الى النوم. يعني الهرمون ده بيساعد على النوم. وده على حقيقه يعني دي الابحاث كتيره اتكلمت عن ميلاتونين، لدرجه ان هم كانوا بيشجعوا النساء والسيدات ان في قطع اقراص فيتامينات كده في الصيدليات اسمها الفيفا ماكس، فكان هو العنصر الرئيسي بتاعها هو الميلاتونين، المكون الرئيسي لهذه الكبسولات هو الميلاتونين. فكانوا بيروجوا للميلاتونين ده، يقول لك ايه الميلاتونين ده يعني بالنسبه للسيدات، يعني لهم انت لو اخذت الميلاتونين ده او الكبسوله دي هتبقي تحسي ان انت رجعتي عمرك 20 سنه ورا وصغرتي وبقيتي اكثر ندره ووجهك بقى نضر وحسيت ان انت شباب ومش عارف ايه وكلام من الكلام ده. له تفسير علمي، يعني هم بيقولوك في حته من الشعوذه شويه في الدعايه، لكن هو الحقيقه لو رجعنا لاصل الموضوع هتلاقي في كلام علمي. ايه الكلام العلمي؟ ان الميلاتونين بيؤدي الى النوم من غير قلق، يبقى ده الميلاتونين ده بيؤدي الى النوم من غير قلق وتوتر. فأي حد فيه بياخده سواء كان راجل أو سيدة بيصحى الصبح وشه رايق ومزاجه حلو لأنه نام كويس، لأنه نام كويس. الميلاتونين ده بيؤدي إلى النوم، ده هرمون النوم، ده هرمون النوم. في حين الكورتيزول ده هرمون القلق والتوتر، ده بتاع الاستريس يا حضرات، ده اللي بيطلع في الاستريس عشان يخليك تواجه حل من الاستريس. أنت هتيجي نشاطك اليومي ربنا يزود لك الكورتيزول كده، هو بيزيد أثناء بالليل على فكرة، وبعدين بيبقى الصبح في اعلى معدلاته، يعني هو يزيد وانت نايم كده الكورتيزول، دلوقتي يصل الى اعلى معدلاته بين الساعه الرابعه والعاشره فجرا، الرابعه فجرا الى العاشره صباحا، يعني في المتوسط حوالي الساعه 6 الصبح بدا اعلى معدلاته، يبتدي اليوم وهو عالي وهو يقل مع النهار بقى كده مع النشاط اليومي، يقل الكورتيزول، وبعدين يبتدي يزيد بالليل الى ان يصل الى اعلى كفاءته هنا فتبتدي النهار وهو عالي وهكذا. الميلاتونين عكسه بقى. الميلاتونين بيزيد بالليل ويقل بالنهار، الميلاتونين بيزيد بالليل ويقل بالنهار. انا يهمني الهرمونين دول في المقام الاول، وانتوا حضراتكم كل الهرمونات اللي قدامكم دي بتخضع للسيركاديان ريزم، يعني التغير اليومي في معدلاتهم في الدم. هم مش ثابتين على مدى اليوم النهار والليل، هم بيختلفوا نهارا وليلا، تركيزاتهم الطبيعيه بتختلف، في فاريشن طبيعيه اثناء الليل والنهار اسمه سيركاديان فاريشن او السيركاديان ريزم بتاع الهرمون. يبقى الكنترول بتاع الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم لو حبينا نلخصه، هتلاقي ايه اللي بينشطه؟ هتلاقي سنسوري سيجنال، الفيدباك سيجنال من السيريبرال كورتكس اللي هي بتاع الدرع ريفربريتنج سيركتس، هتلاقي نيورو ترانسميتر زي الادرينالين مثلا والانفيتامين والكلام ده. الانفيتامين ده سمبثوميميتك بالمناسبه، يعني اللي بيعمل له انهبيشن وبرضه اللي بنشطه السيركاديان ريزم، يعني انت السيركاديان ريزم ده بينشطه بالنهار، يعني خليك تصحى او تنام بالليل، ده الساعه البيولوجيه بجسمنا دي الساعه البيولوجيه وهنشرحها بعد شويه بالتفصيل.
الريتيكولار انهبيتوري سيستم ده اللي قلناه في منطقه المظله ده بيعمل انهبيشن ده وبالتالي يؤدي للنور. يبقى دول الاستيميوليتور، ده الانهبيتور، ده ممكن يعمل استيميشن او انهبيشن اللي هو السيركاديان ريزم التغير اليومي او الساعه البيولوجيه. الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم its neurons can be activated by sensory signal from the proprioception. لسه قايلين حالا يعني خلاص بقى ده كله غلط. ده ايه reticular activating system neurons are located in the midbrain. هنا هو حدد الميدبرين بس، حدد الميدبرين بس، ما جابش سيره مين، ما جابش سيره البونز ولا بتاع. يبقى مين اللي اصح؟ دي مشكلتنا معاكم يا حضرات، دي مشكلتنا معاكم في اسئله الام سي كيو. اسئله الام سي كيو ليست ان تكون الاجابه خطا، لكن هناك اجابه صحيحه اصح، وهناك اجابه لها يشوبها شيء من الصح، دي يشوبها شيء من الصح لكن دي الاصح. يعني نفسنا نوصل لكم المعلومه دي، حتى السؤال بيتكتب لكم في الامتحان the most appropriate answer، يعني الاجابه الاكثر صحه، مش الاجابه الخطا والصح، الاجابه الاكثر صحه. ده اسئله الام سي كيو تحط بالطريقه دي، يعني ممكن نجيب كل الاربعه صح، لكن مين اللي اصحهم؟ يعني ممكن لو زودنا عيار الامتحان شو ممكن اجيب لكم سؤال كده نجرب مع حضراتكم في الامتحان اللي جاي ولا هنجرب كده، هجيب لكم كل اللي كله صح ونقوم اكنكشكم في اوبشن هو الاصح نشوف مين اللي هي. ما هو لازم يبقى في ديسكريميشن بين الطلبه يا دكاتره، لازم في طالب متفوق بتاع اي بلس واكسلنت، وفي طالب اهو بيذاكر وخلاص. الطالب الاكسلنت ده هو اللي بيشوف بيميز بين الاجابات الصح ويختار الاصح. شوفوا الاجابات الصح مش الاجابات الخطا، الاجابات الصح ويختار الاصح. دي مرحله متقدمه من امتحان الام سي كيو اللي انتوا هتتعرضوا لها فيما بعد في حياتكم العمليه بقى. هتمتحنوا الزماله، المعادله الامريكيه، هيبقى الامتحان بالطريقه دي، مش يقول لك الخطا ولا الصح، يقول لك من هم الاصح؟ اختار الاجابه الاكثر صحه. فانتوا مش عايزين تتدربوا على الحكايه دي، هنعمل ايه بقى؟ نعمل ايه؟ مش عارف. يعني الام سي كيو في حقيقته هو ده اللي انا بقوله، مش اختار الاجابه الصحيحه، لا الاجابه الاصح. الاصح. واحنا بنكتب لكم والله، شوفوا الامتحان كده ركزوا في راس السؤال. اول حاجه في الامتحان اختار سيلكت ذا موست ابروبريت انسر، يعني الاجابه مش الترو انسر، ما بيقولكش اختار الاجابه الصحيحه، لك اختار الاجابه الاصح اللي هي المناسبه تماما لانسب اجابه. انسب اجابه ما بيقولش بتختار الاجابه الصح، بس يعني ارجو تكونوا يعني لما تاخدوا المعلومه تعمقوا فيها بدقه. يعني ما هو ده واحد يقول لي في الامتحان لو نزل ده، لو نزلنا السؤال ده واحد يطلع لي يقول لي يلا طب ما حضرتك كاتب في المحاضره يا دكتور الميد برين والبونز، هرجع اقول تاني ما ماشي، انا قلت في المحاضره اهو، قلت الدوكيومنتيشن اهو عشان ما يبقاش حد يبقى يتكلم في ايه يقول لك مش عارف ايه. ما هو ده الطالب بقى السوبرفيشال، طالب سوبرفيشال سطحي، ده موجود في كذا. يا ابني طب ما بكمل بقيه الاوبشن، كمل بقيه الاوبشن، يا ترى الاجابه دي هي تبقى صح ولا دي الاصح؟ كمل بقيه الاوبشن يا حبيبي. في سؤال يا جماعه اصح، يعني انا كنا بنعمل الحاجات دي مع زمايلكم قبل كده يعني، وكانوا الحقيقه الطلبه كنا بنستمتع بيهم، وكانوا بيجوا يسالونا في مراجع، بيجوا معانا في المكاتب ويسالونا في المراجع، مش يقول مش ملتزم بالنص الموسيقي لا. مهم ام سي كيو all the following about the reticular formation are true except اهو ده واضح وصريح، ده واضح وصريح بيقول لك مين ده، كلهم اجابه صحيحه ما عدا، ما قالكش بقى most appropriate answer، قال لك اختار الاجابه الصحيحه، يعني الباقي غلط، الباقي غلط بصيغه السؤال ايه؟ الباقي غلط اكسبت، يبقى الباقي غلط. يقول لك زي الانهبيتوري على نتيجه الانهبيتوري بارت لوكيتد مينلي في المظله اوبلونجاتا اند سند انهبيتوري امبلس تو اول كورتيكال اريا، يعني بيقول لك كل اللي جاي ده ار ترو اكسبت. يقول لك اتس انهبيتوري بارت لوكيتد مينلي في المظله اند سند انهبيتوري امبلس تو اول كورتيكال اريا، ايه راي حضراتكم؟ مو يعمل انهبشن للراس سيستم؟ انت شوف راس السؤال بيقول ايه؟ هو الغلط هنا فين؟ حد يعرف يقول الغلط هنا فين؟ اللي الناس بقى اللي بتركز في الكلام يعني. الغلط هنا فين؟ هو دي يس. ايوه هو لغايه هنا بص انهبيتري بارت لوكيتد ميلي ان ذا مدلة لغايه هنا صح.
دلوقتي هنا ده ترو، ده ترو. امال ايه الاكسبشن؟ بقول سند ده ريتيكولار انهبيتوري سيستم، يعني ده ريتيكولار انهبيتوري سيستم بيقول لك سند انهبيتوري امبلس تو اول كورتيكال اريا. لا هو ما بيبعتش للكورتيكال اريا، هو بيبعت بيعمل انهبيشن للريتيكولار اكتيفيتنج سيستم، بيعمل انهبيشن للريتيكولار اكتيفيتنج سيستم مش للاول كورتيكال اريا. ده الخطا في الاجابه، ده الخطا. لكن الجمله دي صح، ده دي صح، لكن بقيتها دي اللي غلط. يعني دي المفروض انهبيتوري امبلس تو ريتيكولار اكتيفيتنج سيستم مش اول كورتيكال اريا. نتكلم بقى عن، اتكلمنا عن اليقظه، نتكلم عن النوم. مع النوم بقى في شويه مصطلحات كده الاول قبل ما ناخد النوم ده. في مصطلح اسمه السليب، ستيوبر، كوما. ايه الفرق بين الثلاث مصطلحات؟ لكن النوم هو عباره عن تمبرال فيسيولوجيكال ستيت اوف انكونشسنس، حاله مؤقته من فقد الوعي، حاله مؤقته مؤقته من فقد الوعي. يعني لو فقد الوعي بقى دائم يبقى الراجل ده مات، مش سليب بقى، ده مات. تبقى حالة مؤقتة من فقد الوعي. From which the person can be aroused. يعني ممكن أصحي الشخص ده، أصحيه harmless sensory stimuli. يعني أنا، أنت نايم، أنت فقد الوعي وأنت نايم، أصحيك، أصحيك بحاجة harmless، مش لازم أذيك وأنا بصحيك. بمجرد تاتش خفيف كده، اصحى، اصحى يا محمد، اصحى، اصحى، وأقعد أعمل كده وربت على كتفك كده وأنت نايم، اصحى يا محمد، ده harmless. سنسور ستيمولاي، اصحى تصحى خلاص، ده النوم. صحيت معايا والاوردر اللي انا اديته لك عبره، او الاحساس اللي اديته لك بالتاتش كده وصحيت واستجبت له، يبقى انت زي الفل، يبقى ده اللي انا صحيت معاه، يبقى ده اللي ده اللي سليب. ودو ان اي اي جي الكترو انكيفالوجرام، يعني النشاط الكهربي بتاع المخ لو عملناه في مرحله النوم ده واحد نايم، هيبين فيريس تايب اوف ترانزيانت ويفز ذات ار كاركترستيك اوف ديفرنت سليب ستيج. لو احنا عملنا رسم مخ للشخص اللي نايم ده، ده يؤكد ان دي حاله نوم طبيعيه. يعني في النوم الطبيعي احنا عندنا في اربع موجات من الويفز، من الموجات الكهربيه اثناء النوم والنشاط الكهربي للمخ، هنشوفهم مع بعض دلوقتي بالتفصيل في الاي اي جي ده، الكترو انكيفالوجرام ده او الكترو انسيفالوجرام ايا كان. فده حسب مرحله النوم اللي انا فيها، يعني لو سجلنا هتلاقي في موجات معينه مميزه لكل مرحله من مراحل النوم. Sleep state of unconscious in which the brain relatively more responsive to internal than the external stimuli. يعني من الآخر، لو أنت نايم حالة من فقد الوعي، وبعدين في محفز داخلي، محفز داخلي مثلا زاد هرمون الكورتيزول في دمك أو الأدرينالين في الدم، تيجي حلم مزعج، كابوس إلى آخره، هتصحى، هتصحى. يعني المؤثرات الداخلية أقوى من المؤثرات الخارجية. يعني المؤثرات الداخلية أقوى من المؤثرات الخارجية في إن أنت تصحى، لأن دي تأثير مباشر في الدم على طول على مراكز النوم على طول في المخ ومراكز اليقظة. لكن لسه المؤثر الخارجي هيبعت إمبلس، والإمبلس في السنسوري باس ويز ومش عارف، لكن ده مؤثر داخلي، تغير في نسبة الهرمونات مثلا في الدم، سواء الكورتيزول يزيد أو ال بتاع ده، أقول معايا الأدرينالين، أو السيروتونين لو زاد يبقى تنام، أو الميلاتونين لو زاد تبقى تنام. يبقى ده التأثير الهرموني اللي داخل الجسم ده أقوى من التأثير الخارجي في المحفزات الخارجية. ستيوبر، شوف لغاية هنا زي النوم، temporary physiological state of unconsciousness. ركز معايا كده، لغاية هنا أنت زي النوم، يبقى ستيوبر أنت بتحس هو نايم، بس دي مرحلة أعمق شوية من النوم، السليب ده أعمق شوية من النوم، مرحلة دي انت لازم ناذيك، لازم اشكك بالدبوس والمك واذيك عشان تصحى. لكن بقى ان انا اتعاون، ان انا ابقى متساهل معاك، اصحى يا حبيبي، اصحى يا حبيبي، لا مش هينفع معاك الكلام ده. الكلام ده يطلع مع النوم الطبيعي، مع النوم الطبيعي. لكن اقفل المايك يا دكاتره، فتح المايك يقفله. او لو احنا ستيوبر، ستيوبر يبقى انت محتاج محفز قوي بنصل الى مرحله الهارمفول، يعني اشكك بالدبوس، يبقى انا اذيتك، او يبقى انا عملت لك بينفول ستيمولاي عشان تصحى. ده الستيوبر. طيب الكوما بقى، الكوما دي حاله من فقد الوعي، حاله من فقد الوعي. لا يمكن اصحيك ولا بهارمليس ولا بهارفول ستيمولاي، لكن ابحث عن السبب بتاع الغيبوبه، ابحث عن السبب. لكن بالمحفزات دي ما انتش صاحي، ما انتش صاحي بالمحفزات دي، سواء هارمليس وسواء هارمفول، ولا دي ولا دي. لكن الكوما ابحث عن السبب، عالج السبب وانت تفوق وانت تصحي العيان. لكن طول ما الساب عيان عنده دايابيتيك كيتو اسيدوز هيصحى ازاي؟ يعني غيبوبة سكر، عنده هايبوجلايسيم هيصحى ازاي؟ ما تصحي، ما تصلح المشكلة.
يعني ده المشكله. واحد عنده نزيف في المخ، عنده جلطه في المخ في السيريبرال كورتكس، يعني صحيح ازاي يعني؟ ما تعالج الماساه اللي احنا في الاول وبعدين هو يصحى. الاي اي جي في الكوما جنرالي ان رياكتيف، يعني رسم المخ حتى لو اديت ستيمولاي ما بياثرش على رسم المخ ولو العين في غيبوبه. اند سيفرال اي اي جي باترن اوف كوما، يعني بتلاقي كده رسم المخ في موجات معينه تميز ان المريض ده في حاله غيبوبه، ومهما تديله محفزات هو لا يستجيب لهذه المحفزات، ولا يحدث تغير في رسم المخ لما تسجله العيان وهو في حاله غيبوبه. However, the commonest EEG pattern of coma is continuous slow. يعني الباترن اللي هو اللي بنشوفه او الموجات المميزه للمريض الغيبوبه، رسم المخ الكهربي لما عملنا رسم المخ بتلاقي continuous slow waves. احنا هنشوف بعد شويه في rapid waves وفي slow waves، هتلاقي slow waves مستمره، مفيش rapid waves يعني مش interrupted برابيد waves. الالكتريكال اكتيفيتي بتاعت البرين بقى، يعني النشاط الكهربي بتاع المخ اللي بنسميه الانكيفالوجرام، الكترو انكيفالوجرام، الكترو انكيفالوجرام. الالكتريكال اكتيفيتي بتاع البرين اللي انا هوصفه ده السبونتينيوس. يعني ايه سبونتينيوس؟ يعني من غير ما نعمل الكشن، من غير ما نعمل الكتيف انكيفالوجرام، بمعنى من غير ما احفز اي حاجه، من غير ما اعمل لك سنسوري باس ويز ولا لا، واحد كده عادي وهو كده بتبقى ريلاكس بس. وهنشوف الظروف اللي بنسجل فيها بعد شويه تحت الظروف الطبيعيه. لو سجل لك رسم المخ وطلعت الموجات دي، الموجات بنسميها الاي اي جي او الالكترو انكيفالوجرام. لكن في نوع تاني اسمه الانديوزد انكيفالوجرام. انديوزد انكيفالوجرام ده ان انا انشط منطقه معينه في مخك سواء بالاستيمولاي او سواء بالالكتريكال ستيموليت. يعني انا ممكن اشكك بالدبوس، يبقى انا بنشط السوماتيك سنسوري اريا 1 و2 والاسوشيشن سنسوري اريا في الكورتكس 5 و7 الى اخره. يبقى انا بشكك بالدبوس بنشط الاماكن دي في المخ، يبقى نتيجه تنشيطها يحصل نوع معين من الموجات، بس ده بنسميه induced electroencephalogram. لكن اللي انا هشوفه دلوقتي وهندسه مع بعض ده اسمه spontaneous، اللي هو النشاط الكهربي للمخ تلقائيا من غير تحفيز، من غير ما نحفز اي حاجه، ده اللي شغال عادي عندك يعني. ده اسمه الكترو او spontaneous electroencephalogram. ده بتسجل ازاي؟ احنا بنحط بعض الالكترودز اهو زي ما انت شايف كده، دي مجموعه الاسلاك اهي محوطه راس العيان زي ما انت شايف، نحطها على اماكن معينه من المخ، نشوف مع بعض هنحطها فين. اهو ادي الاسلاك الليدز اهي، اي جي الكترو انكيفالوجرام ليدز، دي الليدز بتاعتنا بنحط. طبعا هي زي بتوع الاي سي جي كده، يعني ده بيتحط على الفرنتال، في الفرنتال اريا او فرنتال، هو في فرنتال 2 و3 ومش عارف واحد والى اخره. الفرنتال ليدز، في برايتال ليدز على البرايتال ريجون، في اوكسيبيتال ليدز على الاوكسيبيتال ريجون، وفي تمبرال ليدز. يعني في هنا كل ليدز هنا بتتحط على الاماكن بتاعتها، ده المخ سواء فرنتال برايتال اوكسيبيتال تمبرال لوبس، كل بتاع بتحط عليه سلوك مختلفه والكروز مختلفه. ونسجل بقى نتيجه التسجيل بيطلع الاربع موجات الرئيسيين دول. كل موجه لها ظروف في التسجيل، لها ظروف واحنا بنسجلها. تطلع امتى واحنا بنسجلها؟ يعني انا لو الالفا ويفز، دي موجه اسمها الفا ويفز اللي هي بالمواصفات اللي شايفينها دي، شكل الالفا ويفز. الفا ويفز بتتسجل اثناء الريلاكسيشن ويكفولنس. يعني ايه؟ يعني انت يقظ ومسترخي، مسترخي ذهنيا وجسمانيا، منتال وفيزيكال ريست. يعني انت بقول لك بس استرخي كده على الكرسي، بس ما تفكرش في حاجه وما تنامش، اوعى تنام مني، لكن ما تفكرش في حاجه وخليك مسترخي بس. يعني يبقى ده الفريكونسي بتاعتها دي كده، بيبقى تسجل موجات التردد بتاعها من 8 الى 13 سايكلز بير سكند او هرتز، يعني ده التردد بتاع الموجات دي. البيتا ويف بتتسجل في واحد alert arouse the state، انت كنت هنا مسترخي ذهنيا لكن هنا بتبقى alert. انا بديك مساله حسابيه واقول لك فكر في المساله دي وحلها، وانت بتفكر وبتحلها مثلا، او مسجل لك البيتا ويف، مخك بدا يشتغل اهو. يبقى هنا في يقظه في المخ، دي بتاعت الاسترخاء الذهني والجسماني، دي بتاعت اليقظه بتاعت المخ لما بيشتغل، او خلايا المخ بتشتغل في الالرت في اليقظه بقى. التردد هنا بيزيد شويه زي ما انتم شايفين، التردد بقى اسرع 14 ل 80 سايكلز في الثانيه. ده البيتا ويف. السيتا ويف بتتسجل اثناء النوم في الادلت بيرسون. شوفوا بدات الموجات تهدى، الريت بقى اقل، الفريكونسي 4 ل 7 فقط، وبدا الريت يهدى اهوت يهدى. ده بيبقى 4 ل 7 سايكلز في الثانيه، وده بتسجل اثناء النوم. السيتا ويف دي اثناء مرحله من مراحل النوم هنعرفها دلوقتي. الدلتا ويف بتتسجل في الاطفال واثناء النوم برضو في الادلت. يعني بتسجل في الاطفال سواء نايمين او صاحيين، وفي النوم واثناء النوم في الكبار في البالغين. بتبقى موجات اهدى بكتير، بتبقى التردد بتاعها ابطا بكتير، حوالي من نص الى 3.5 سايكلز بير سكند. هنا يبقى انا عندي كام موجه؟ الفا بيتا سيتا دلتا.
أسرعهم على الإطلاق، أسرعهم على الإطلاق هي البيتا، دي أسرعهم، دي أسرع واحدة، وأبطأهم على الإطلاق الدلتا، يبقى أبطأهم الدلتا وأسرعهم البيتا. وهنا لو لو لاحظتوا من الدلتا تلاقي الماجنتيود عالية، قيمة الموج عالية، يعني هي بطيئة في التردد أه، لكن قيمتها أعلى من التانيين، القيمة الماجنتيود بتاع الويفز أعلى. دول الأربع موجات الرئيسيين اللي بتسجلوا تحت ظروف مختلفة اللي بقولهم قدام حضراتكم دول، ريلاكسنج ويكفولنس يعني صاحي ومرتخي ذهنيا وجسمانيا تسجل دي، صاحي وبيفكر في مشكلة يبقى دي تسجل دي، نايم في البالغين هنا في الأطفال، والنوم في البالغين مراحل من المكتين دول. لو أخذنا شيء من التفصيل شوية عن هذه الموجات، الإلكترو انكيفالوجرام ده جرافيك ريكورد، ده تسجيل زي ما انتم شفتوه، سبونتينيوس اوسيليشن أو التذبذبات الطبيعية التلقائية اللي بتحصل في المخ، ده نشاط الكهربي اوتوماتيك، دي تبقى بتبين النشاط الكهربي للمخ. الاي جي ويفز قلنا الفا وبيتا وسيتا ودلتا، الفريكوانسي 8 ل 13، 14 ل 80، 4 ل 7، نص ل 3 ونص، ده ترد. الامبليتيود 50 ل 100، 5 ل 30، 50 ل 250، 50 ل 250، دي في الغالب زي ما شفتوها اعلى قيمه في الموجات ديت، اعلى قيمه. الريكوردد سجل امتى بقى؟ ايه الظروف بتاع التسجيل؟ ريلاكسد ويكفولنس ويز كلوز ذا اي، يعني عيان واحد تقول له اقفل عينيك ما تفكرش في حاجه واسترخي ذهنيا، استرخي ذهنيا وتسجله وقاعد كده على الشيزلون، اقفل عينيك بس كده بس ما تفكرش في حاجه وانسى الدنيا خالص. ده بكل الايدج جروب، يعني بتلاقي في الكبار والصغيرين، بات ار موست كومن ان ادلت، الموجه دي بتبقى كومن اكتر في الادلت. البيتا ويف بدانا نفكر، يبقى اروزد والرت ستيت ويز اوبن اي، يفتح عينيك بقى كده وفكر في المشكله، تقوم تديله مساله يحلها، فزوره يحلها الى اخره، المهم تشغل مخه يعني. او مشكله تقول له خبر سيء ولا بتاع، يقول له يبقى في رياكشن له، يبقى ده البيتا ويف هتشتغل. السيتا ويف دي بتبقى تسجل اثناء النوم، الدلتا ويف دي في الديب سليب في الادلت، الديب سليب، وفي الاويك انفانت في الاطفال وهم صاحيين، وبالنوم في البالغين. الكونشسنس احنا على اما نوم فقدنا الكونشسنس، لا اما صاحيين اويك، الاويك ده بيبقى اليرت، واثناء الاليرت بتسجل البيتا ويف والبريستنج اوت بريك، يعني بيحصل موجات سريعه كده، ده البيتا ويف. الالفا ويف ده اباوت تو فول اسليب، يعني ده بتبقى على اللي هي على طول، ده اللي هو الالفا ويف دي قبل ما تنام مباشره، يبقى الالفا ويف دي هو الاستعداد للنوم، تبقى تعبان اهوت وهتستعد ان انت تنام يبقى الفا، لكن نمت دي البيتا دي بتاع الاليرتنس، لا يبقى هنا يبقى انت الالرتنس بيتا، وانت يقظ البيتا، تعبت من اليقظه ومن النشاط وهتنام اباوت تو بي سليب، يبقى ندخل في الالفا، ثم ننتقل الى النوم بقى. في النوم هتلاقي حاجه اسمها نون رابيد اي موفمنت سليب، ولها مراحل، هم اربع مراحل الحقيقه، يعني اربع مراحل مش ثلاثه يعني، اربعه زي هنشوفهم دلوقتي. بتلاقي في المرحله الاولى من النوم ده اللي هو النون رابيد اي موفمنت سليب، تلاقي السيتا ويف تبقى هي الشائعه. المرحله الثانيه من النوم هتلاقي في سليب سبندل اللي هي دي سليب، بتلاقي ان الموجات ماشيه كده عادي خالص، في حته معينه كده بس حصل فيها مين السليب سبندلز دي، هي الطفره اللي حصلت دي. وبعدين ان 3 هي المرحله الثالثه، ان دي نسبه الى نون 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 رابيد اي موفمنت سليب، ان وان الحاله الاولى من المرحله دي، والثانيه الثالثه، وفي اربعه رابعه كمان، التالتة بتساعد دلتا ويف زي ما انت شايف. المرحلة في مرحلة رابعة، لكن احنا هنا اما تدخل في عمق النوم بقى، دي اسمها الحالة اسمها رابيد اي موفمنت سليب، هذه مرحلة من النوم. انا هقول طبعا السايكل بتاع النوم دلوقتي، يعني هشرح دي بالتفصيل دلوقتي، لكن هنقول لك بس انت بتبقى يقظ عندك بيتا، وبعدين وانت داخل على النوم بقى تعبان ومجهد وهتنام يبقى الف، ثم الموجات دي بقى بتحصل اثناء النوم زي ما انت شايفها كده بقى، السيتا ويف والدلتا ويف، وبعدين البيتا دي هي بتحصل وانت نايم. الله، ده البيتا دي بتاعت اليقظه، بتاع اليقظه، امال بتجيلي وانا نايم ليه؟ ما دي بقى لحظه ان مخك يشتغل وانت نايم، الاحلام بقى دي اللي بتحصل، دي مرحله الاحلام، رابيد اي موفمنت سليب دي بيحصل فيها الاحلام والكوابيس، مخك شغال ساعتها مش ريلاكس، فبيديك موجات اليقظه اللي هو موجات ان المخ بيشتغل، ده البيتا ويف. شفناهم دول بقى، يبقى الاي سي جي والكاركترستكس بتاعتهم. لو اتكلمنا كلمتين بس على الالفا ويفز، هي قلناها في كل الجروبس وشائعه في الادلت، موست ماركت في البرايت اوكسيبيتال اريا، بنشوفها اكتر في الالكترونز اللي محطوطه في الليدز اللي محطوطه على
البريتال اريا بتاع البرين، بريتال لوب والاوكسيبيتال لوب، نشوفها اكتر يعني تبقى شائعه في الحتتين دول الفا. اوكي الريزم اللي كان بوث سايدز يعني الاثنين بنفس الناحيه ناحيتين يعني، بات ار اوفن سلايتلي هاير في الامبليتيود على النون دوميننت سايد. يعني انت في الرايت هاندد انديفيدوال يبقى الدوميننت سايد بتاعك الليفت هيمسفير. لو انت بتكتب في الرايت بتكتب بايدك اليمين يبقى الليفت هيمسفير هو الدوميننت، يبقى انت هتشوفها اكتر في النون دوميننت يعني في الرايت هيمسفير، يعني هتبقى واضحه اكتر في المين في الالفا ويف بتبقى اكتر في النون دوميننت يعني في الرايت هيمسفير مش في الليفت هيمسفير. يعني الرايت هاند اللي بيكتبوا بايدهم اليمين عندهم الليفت هيمسفير هو الدوميننت، لكن دي بتبقى شائعه في النون دوميننت يعني مش شائعه في الرايت هيمسفير في الناس اللي بيكتبوا بايدهم اليمين. تحصل واتفقنا المواصفات بتاعه التسجيل، بنقول للشخص ده اقفل عينيك، استرخي ذهنيا وجسمانيا، استرخي خالص وخلي مخك يعيش في السحاب، انسى خالص. يعني دي الالفا ويف شكلها، هي دي الالفا ويف. الالفا بلوك يبقى انت لو الالفا دي خلصت يبقى انت دخلت في الاريوزال ستيت. الالفا دي بتاع مين؟ بتاع الاسترخاء. لما تدخل بقى الالفا يحصل لها بلوك تتوقف نشاطك، يبقى انت دخلت في مين؟ الاريوزال ريسبونس. الالفا اكتيفيتي بتختفي نورمالي وذ اتنشن، يعني مع الانتباه، مع المينتال اريزماتيك، قلنا مع المسائل الحسابيه الذهنيه، مع الاستريس، اوبن انت فتحت عينيك، اني فورم اوف سنسز، يعني اي حاجه بقى تؤدي الى اليقظه. زين بيكام ريبليز وذ الريجولار لو فولتج اكتيفيتي، تستبدل بقى بموضوعات اخرى الريجولار لو فولتج اكتيفيتي. ديسنكرونايزيشن نوت ديستربد يونيفورملي ان ذا اريا اوف ذا برين. As it represent the breakout of synchronized neural activity. يعني عدم السينكرونايزيشن اللي هم عدم تشابه الامبلس على الناحيتين. ده مش موجود في يعني not distributed uniformly في الاريا بتاع البرين، يعني مش زي بعض ممكن يعني يحصل اللي احنا قلنا اليمين زي الشمال وزي بعضيهم ومش عارف ايه وكلام من ده يعني. هنا بيحصل desynchronization اول ما يحصل الفا بلوك. ده معناه ان انت بريك اب يعني قطعت السينكرونايزد نيورال اكتيفيتي يعني بوظتها يعني. Abnormal exception للالفا كوما، والالفا كوما ده exception most often caused by hypoxic ischemic encephalopathy of destructive process in the bones. واحد عنده intracerebral hemorrhage في منطقة البونز مثلا. الالفا كوما الالفا ويف distributed uniformly both anterior and posterior في البيشنت with unresponsive to stimuli. يعني هتلاقي الالفا ويف دي هتبقى في حالة الكوما الغيبوبة بتبقى distributed uniformly، لكن في الحالة الطبيعية لو حصل لك الفا بلوك يبقى دي بتبقى بنسميها not distributed uniform، يعني مش بنفس الكيفية في الانتيرور والبوستيرور بارت بتاع البرين. أحمد عنده 20 سنة، نصحه الدكتور إنه يعمل رسم له عشان عنده أرق مستمر. The neurophysiologist recorded the EEG during relaxation and wakefulness. Should increase the brain activity with characteristic finding of خلاص طالما ريلاكسد وصاحي، ريلاكسد وصاحي يبقى الالفا، الموجة اللي بتسجل هنا الالفا. البيتا ويف، بيتا ويف سين ان اول جروبس، ماشي. ده البيتا بقى شكلها اهي سمول ان امبليتيود، طبعا الشده بتاعتها اصغر، يوجوالي سيمتريكال اند مور ايفيدنت انتيريور، يعني موجوده اكتر في الانتيريور بارت بتاع البرين، انتيريور بارت يعني فرونتال لوب يعني. أكثر من 13 هرتز في الثانية. الثيتا ويف نورمالي سين ديورينج سليب ات اني ايج، يعني بنشوفها في الأطفال والكبار هم نايمين. ان اويك ادلت ذير ويفز ار ابنورمالي اف ذي اوكير ان اكسس، يعني في الاويك لو هي زادت زادت كنت صاحي يبقى دي حاجة ابنورمال. الثيتا والدلتا ويف ار نون كولكتيفلي از لو سلو ويف، يعني بنسمي الثيتا والدلتا عشان ترددهم بطيء الاثنين اسمهم سلو ويفز، اسمهم سلو ويفز، بتحصل اثناء النون رابيد اي موفمنت سليب، عشان كده سمينا نون رابيد اي موفمنت سليب اللي فيه الموجتين دول كده سميناه سلو ويف سليب. سلو ويف سليب يعني مرحله النون رابيد اي موفمنت سليب اللي فيه الموجتين دول شائعين سميناه النوع ده من النوم slow wave sleep.
الدلتا ويف، دلتا ويف سلو ويفز، موجات بطيئة الفريكونسي بتساوي أو أقل من 3 هرتز أو أقل، يعني نورمالي سين في الديب سليب في الأدلت وبرضه في الأطفال وحديث الولادة. دلتا ويفز ار ابنورمال ان اويك ادلت، يعني الدلتا ويف لو شفتها في واحد يقظ واحد يقظ مش نايم يبقى ده ابنورمال، المفروض بتبقى في النوم. انت لقيتها في واحد بالغ ادلت ويقظ يبقى ده ابنورمال. اوفن هاف لارجست امبليتيود اوف اول ويفز، يعني هي اعلى معدلات الامبليتيود الشده بتاعتها، دي اعلى شده. الدلتا ويف كان بي فوكال، دي لو لقيتها في حته معينه في المخ كده، يعني مش في كل المخ، يعني في حته معينه يبقى ده لوكال باثولوجي مش ديفيوز. هي في الطبيعه تبقى ديفيوز في البرين، يعني هي بتبقى موجوده في كل الاماكن، لكن هي في حته بس كده موجوده في اماكن معينه يبقى ده لوكال باثولوجي. لقيتها ديفيوز منتشره يبقى ده جنرالايز فانكشن، لقيتها ماسكه البرين كله بقى كده يبقى ده جنرالايز فانكشن. لو لقيتها حته فوكال كده فوكال، الكلام ده وانت صاحي، يعني الكلام ده لو انت صاحي، وانت صاحي اهوت، لو انت صاحي وبعدين لقيتها في حته معينه وانت صاحي كده وتسجلت وانت صاحي كده يبقى لوكال باثولوجي. لقيتها ديفيوز في البرين كله وانت صاحي يبقى ده برضه جنرالايز ديسفانكشن في البرين. السليب سبيندل اهو لما تشوف حضرتك كده ماشيين في امان الله كده، ده النبض الطبيعي بتاعه والموجه الطبيعيه اهي، او ده الموجه الطبيعيه الحته دي كده ايديا، الحته دي فيها في شذت عن القاعده، دي حصل فيها طفره في شكل الموجه كده، هذه الطفره اسمها سليب سبيندل. من المجموعة من الويفز ذات اوكر ديورنج الميني سليب ستيج بس سبيشال في ستيج 2، يعني شائعة أكثر في المرحلة الثانية من النون رابيد أي موفمنت سليب. هاف فريكونسي إن أبر ليفل أوف ألفا أو لور ليفل أوف بيتا، يعني هي أعلى، يعني الفريكونسي بتاعتها على أعلى معدلات الألفا أو أقل معدلات البيتا. لاستنج بتستمر لمدة ثانية أو أقل وبتزيد في الأمبليتيود إنيشيالي أند زين، أو بتزيد إنيشيالي، يعني هي تلاقيها هنا بدأ صغيرة وعن تزيد initial، تزيد كده في الامبليتيود بتاعتها initial then decrease slowly، ترجع تقل تاني، يعني هي بتزيد هنا وعن تقل ترجع الشدة بتاعتها تقل. the waveform resembles spindle، يعني هي شكلها شكل spindle شوكة، يعني شبه الشوكة كده. they usually are symmetric and the most obvious in parasagittal region، تبقى واضحة أكتر في parasagittal regions في البرين. السليب لو اتكلمنا عليه بشيء من التفصيل شوية، قلنا حالة من فقد الوعي المؤقت بس، وقلنا إن الشخص ما بقاش دريان بالعالم الخارجي، وقلنا أنا ممكن أصحيك بهارملس ستيمولاي. السليب بيخضع لسيركاديا الريزم، نحن المفروض بننام 6 ل 8 ساعات يوميا وبنصحى 16 ل 18 ساعة في اليوم، ده سينكرونايزد مع اللايت دارك سايكل، يعني ده متزامن مع تعاقب الليل والنهار. السيركاد ريزم ده بيتحكم، ده اللي بيتحكم في الساعه البيولوجيه بتاعت جسمنا، ومن خلال النواه موجوده في الهايبوثالاموس هي اللي مسؤوله عن الساعه البيولوجيه في المخ. الساعه البيولوجيه دي مش خاصه بالنوم واليقظه فقط، ده خاصه بمعدلات الهرمون في الدم، معدلات درجه الحراره في جسمنا، معدلات ضربات القلب، معدلات ضغط الدم، معدلات قلنا افراز الهرمونات في الجسم، معدلات الدوره الشهريه، يعني كله، يعني كل يعني هنا اللي لها حاجات اللي لها دورات واختلاف، اختلاف لإما شهري أو اختلاف يومي، ده بنسميها الساعة البيولوجية. اللي مسؤول عنها نواف المخ اسمها سوبرا كيازماتيك نيوكلس اللي فوق الأوبتيك كيازما في الفيجوال باثوي، يبقى ده هذه النواة هي اللي مسؤولة عن الساعة البيولوجية في جسمنا، بيولوجيكال كلوك. الهايبوثالاموس البرين أكتيفيتي نورمال أوسيليت بتوين بيريودز أوف ويكفنس، يعني إن النشاط المخ زي ما أنت شفت كده في فترات بيبقى فيها موجات تدل على اليقظة وموجات تدل على النوم. قلنا بننام من 16 ل 18 ساعة تبقى صحيين، وبننام من 6 ل 8 ساعات في اليوم. السليب بيريودز ريكواير بير داي از مور ان انفانت، طبعا الأطفال الصغيرين بيحتاجوا فترات أكبر من النوم، يعني يناموا فترات أطول، يعني ممكن تعكس اللي أنا بقوله ده، يعني في الأطفال يبقى 16 ساعة نايم و 8 ساعات صاحي، ده الأيديال، ده الأنسب للأطفال الصغيرين. ليه في الأطفال بنحب إن هم يناموا أكتر؟ لأن هرمون الجروث هرمون على فكرة في الأطفال بيزيد أثناء النوم، يعني بيزيد أثناء النوم، بيزيد بعد ساعتين من النوم، ده الجروث هرمون اللي مسؤول عنه، يعني كل ما الطفل نام أكتر وخد راحته في النوم كل ما درجة نموه تبقى أعلى معدلات النمو،
كل ما الطفل ده ما بينامش كتير معدلات النمو عنده تقل. الساعات دي طبعا اللي انا قلتها 16 ساعة صاحيين و8 ساعات نايمين، 8 ساعات النوم دول بيقلوا مع تقدم السن في الإلدرلي، يعني الناس كبار السن بيناموا ساعات أقل إذا قورنهم بساعات البالغين. البالغين 8 ساعات، ده الطبيعي يا جماعة يعني، لكن انتوا الحقيقة عكسين الآية، انتم بتصحوا 8 ساعات وتنام 16 ساعة. وحتى وانت صاحي 8 ساعات صورة السرير لا تغيب عن وعيك وعن عينك. فين السرير؟ أحمد الجن ده هيخلص إمتى عشان نروح ننام؟ إحنا مش فاضيين الكلام ده. يعني هو هيخلص إمتى عشان نروح ننام؟ هو يعني دايماً عايز تنام، حتى وأنت صاحي بتفكر في النوم. لكن الطبيعي إن أنا بصحى بنام 6 ل 8 ساعات في اليوم، ده كأدلت يعني. وبتصحى 16 إلى 18 ساعة في اليوم. أنواع ومراحل النوم. إحنا قلنا الاستيج بتاع النوم، مراحل النوم، في نان رابيد أي موفمنت سليب، نان رابيد أي من اسمه كده، من اسمه نان رابيد أي موفمنت سليب. الله، هي العين بتتحرك وأنا نايم؟ آه، العين بتتحرك وأنا نايم. لو إحنا فتحنا الجفون بتاع حد نايم هتلاقي عينه بتتحرك، والعين بتتحرك لإما حركة بطيئة في هذه المرحلة من النوم سلو ويف سليبين، حركة بطيئة والموجات اللي بتتسجل في المخ موجات بطيئة زي ما قلت لكم، الدلتا والسيتا بتسجلوا في المرحله دي. مراحل النوم دي الاكثر شيوعا هنا، يعني سموا المرحله دي كده عشان دي اكثر، الدلتا والسيتا ويف اكثر شيوعا في هذه المرحله من النوم. والمراحل بتاع هذا النوع من النوم، يعني لو فتحنا الجفون بتاع عينك هتلاقي عينك بتتحرك وانت نايم، لكن عليه حركه بطيئه لحركه سريعه. دي مرحله الحركه السريعه اللي هي مرحله الاحلام يا جماعه، رابيد اي موفمنت سليب دي اللي بنحلم فيها. ودي المرحلة اللي فيها حركة العين بطيئة، دي مرحلة مفيش فيها أحلام، نادرا ما يحصل فيها أحلام، نادرا. دي لوحدها تنقسم النون ريم، دي النون ريم سليب، نون ريم سليب إلى أربع مراحل. N1، N دي نسبة إلى عين، نون يبقى N1، N2، 3، 4، يبقى ده أربع مراحل لوحدها دي. ودي مرحلة مستقلة اللي هي السليب. هنشوف إحنا بننام إزاي، يعني هقول لكم الوقت السايكل. لما تيجي تنام هتدخل في أي مرحلة، وبعدين تدخل في اللي بعدها فين، وهتقعد دي قد إيه وكده يعني. فهو بص، النون ريم سليب هي المرحلة دي اللي هم في هي اللي هي النوع ده اللي هو أربع مراحل لوحده. ده يوجوالي بريسيد الرابيد أي موفمنت، يعني إحنا بنبتدي النوم بده الأول، بنبتدي النوم بده ثم ندخل في المرحلة دي، بنبتدي النوم بده الأول، بداية النوم هو ده ثم ندخل في المرحلة دي، دي مرحلة أعمق في النوم. عند اكونت اللي هي النون رابيد اي موفمنت سليب دي، المرحله دي بتدي تمثل حوالي 75 ل 80% من ساعات النوم. ساعه نمت مثلا 10 ساعات يبقى 80% من 10 ساعات دول يبقى في المرحله دي، الحاله الاولانيه دي، وال 20% بس هم مرحله الرابيد اي موفمنت سليب. خلاص، ده في الشخص الطبيعي. وقلنا ان اثناء المرحله دي نادرا ما بيحصل احلام، نادرا، لكن الاحلام بتبقى في المرحله الثانيه رابيد اي موفمنت سليب دي. يبقى عندي نوعين من النوم، النوع ده اربع مراحل، ودي النوع والمرحله في نفس الوقت. اذا دي مرحله وده النوع الثاني في نفس الوقت، يبقى النوع الثاني من النوم وهو في نفس الوقت هو مرحله من مراحل النوم اللي هي بنسميها ريم سليب، ريم سليب، رابيد اي موفمنت سليب. اللي هي بالمناسبه في الانستيزيا، ما اعرفش انتم عشان تفرق بين المرحله الثانيه والرابعه، ان تعرفين ان البنج المريض اللي بياخد بنج له اربع مراحل في الانستيزيا، اربع مراحل، عشان تفرق بين المرحله الثانيه، لان الاثنين بيحصل فيهم فول بيوبيلر دايلاتيشن. فانت في المرحله الثانيه ولا الرابعه من البنج في الانستيزيا؟ لو انت في المرحله الثانيه هتلاقي في حركه، او هتلاقي في حركه للعين، تفتح جفون المريض كده هتلاقي عينك بتتحرك، يبقى انت في المرحله الثانيه. اذا فقط حركه العين يبقى انت في المرحله الرابعه من الانستيزيا، واحتمال يكون عين مات. يعني الموت برضو بيمنع الحركه ديت بتاعت العين. يبقى السليب سايكل احنا هننام ازاي بقى؟ هنبتدي ونخلص ازاي؟ شوف بدايه النوم يعني انت بتبتدي اربع مراحل، نون رابيد اي موفمنت سليب، ومرحله اسمها رابيد اي موفمنت سليب، واربعه نون رابيد، ومرحله اسمها رابيد اي موفمنت. بنبتدي بالترتيب ده، تدخل اول في مرحله N1 N2 N3 N4 ان، وبعدين ترجع، وانت راجع كده لما دخلت N4 ترجع ل N3 تاني ل N2، لكن ما بترجعش لواحد، ما بترجعش ل N1.
ركز مكتر، لان ان 1 دي بتاعت اليقظه، دي اللي انت كنت لسه صاحي وهتدخل في النوم، دي مرحله صاحي وهتدخل في النوم، دي مرحله دخول النوم، دخول النوم. لكن دخلت في النوم يبقى انت بقيت في دول، يبقى انت كده نمت، نمت 4. لما نيجي نعيد الكره شوف السايكل بقى، 4 ترجع لثلاثه، ترجع لاثنين، ترجع في الاتجاه المعاكس كده، ثلاثه واثنين، لكن ما ترجعش لواحد. طب بدل ما ارجع لواحد بنستبدل واحد بقى، وانت عشان انت بدات كده بتبقى هتتعمق في مرحله النوم، عند التعمق في مرحله النوم تدخل في مرحله الاحلام رابيد اي موفمنت سليب. يبقى تاني بنبدا بان 1 ان 2 ان 3 ان 4، هذا الاربعه بتوع النون رابيد اي موفمنت. ترجع فيهم لازلنا في النون رابيد اي موفمنت سليب، العين ما تتحركش حركه سريعه في المراحل دي، سلو يعني سلو. هنا ترجع بقى في الاتجاه المعاكس، قمت المراحل 3 2 لا بدل واحد تدخل في الرابيد اي موفمنت سليب اللي هي مرحله الاحلام بقى اللي هي النوم العميق دي. طيب لو انت شفت المراحل بتاعت النوم نفسها بقول لك الويكينج بيرسون، الويكينج بيرسون يعني الشخص اللي صاحي تبقى عنده البيتا هي اللي شغاله، البيتا شغاله وانت صاحي وفي الاي جي رسم المخ. ستاندرد ريد تايم كوم كلوزر، وانت رايح بقى تقرب على النوم وانت داخل هتدخل في النوم تحول من بيتا لالفا، يبقى ده بدايه مراحل النوم الفا. الفا دي تيبيكال بيرسون، والبيكام دراوزي يبقى دايخ شويه، دي بتاعت الالفا انت دايخ اهو طول النوم. اند بيجن شوينج الفا ويف، يبقى انت الاول بتبقى بيتا وانت صاحي، وانت هتجي تدوخ بقى والنوم هيغلب عليك لسه دي في بدايه النوم اهو، يبقى الفا. دخلت في النوم بقيت في سيتا، دخلت في النوم بقى يبقى انت دريفت، انتقلت من الالفا الى السيتا ويف والدلتا طبعا معاها طبعا. يبقى احنا تاني انت صاحي بيتا، الموجه اللي هنسجلها في مخ بيتا، وانت دراوز ودايخ وهتنام الفا، بدايه النوم الفا، ثم دخلت في سيتا، ثم تقف في سيتا بقى ودلتا شغال بقى وانت نايم. As this conscious will most often be lost، كده درجة الوعي فقدناها خلاص ونمت. But this loss can be reversed by sudden change in the immediate environment such as sound or change of light. انت فقدت الوعي لكن لو في محفز خارجي، واحد مثلا سمعنا صوت منبه، النور اللي خبط في عينيه، واحد صحاك بالتاتش بالقلم بكلام من ده، هتصحى طبعا، هتصحى والسايكل دي توقف بقى تصحى. يبقى بعد ما ندخل تاني هقول تاني السليب سايكل بعد ان 1، قلت بان 1 البيرسون بيدخل في ستيج 2، بعديه ستيج 3، بعديه ستيج 4 لغايه هنا زي الفل، ده النون رابيد اي موفمنت سليب، نون رابيد اي موفمنت سليب. بعد ستيج 4 لما تبقى كومبليت هنعكس المراحل دي هتتعكس، ولكن هنستبدل ان اهو تدخل اهو تدخل في مرحله ان 4، وبعدين ان 3 تعكس ان 4 اهو ترجع ان 3 ان 2، وهنستبدل ان 1 بالرابيد اي موفمنت سليب، هنستبدلها بالنان رابيد بالرابيد اي موفمنت سليب. يبقى ان 1 مش هتيجي بعد ان 2 الا اذا انت صحيت، لو صحيت يبقى هتلاقيك دخلت في ان 1 بقى، وانت بتصحى هتلاقيك دخلت في ان 1، لكن كملت نوم يبقى دخلنا في الرابيد اي موفمنت سليب. يعني يبقى شوف تاني ان 1 ان 2 ان 3 ان 4 اعكس ده كله ده وانت نايم، تعكس من ان 4 تروح ان 3 وبعدين ان 2. طيب لو انت صحيت ترجع ان 1، طب لو كملت نوم يبقى الرابيد اي موفمنت سليب. يعني في نهايه الرابيد اي موفمنت سليب الباترن بيجنز اجين، بيبتدي الباترن اجين ستارتنج ويز ان ستيج 2. يعني انت دخلت في الرابيد اي موفمنت سليب، قعدت في دول مثلا ساعه ونص في النون رابيد، ساعه ونص هنا، دخلت هنا 10 دقائق ولا ربع ساعه في رابيد اي موفمنت. طب هنعيد الكره ازاي؟ هترجع تاني تعد من اول بقى ان 2 بقى ان 3 ان 4 وبعدين ان 4 ان 3 ان 2 وبعدين رابيد اي موفمنت سليب تاني. ده طول ما انت نايم بالمنظر ده هنقعد نكرر السايكل. ذا individual تايم سبيند اتش ستيج اوف سليب فاريز فروم وان سايكل تو انذر. يعني انت في السايكل الاولانيه دخلت ان 1 ان 2 ان 3 ان 4، بعدين من ان 4 رجعت ان 3 وان 2 ودخلت في رابيد اي موفمنت سليب، دي اسمها سايكل، دي سايكل اي. السايكل دي الزمن بتاع كل مرحله ممكن يختلف من سايكل الى اخرى وانت نايم، وانت نايم يعني يختلف ازاي؟ قال لك في الفيرست ستيج في المراحل الاولى واللي لسه داخل تنام ان 3 والان 4 سليب ذا لونجست، يعني وانت داخل وانت بتبتدي النوم يعني ان 3 وان 4 دول اطول مراحل في النوم. وذ ستيج 4 بينج لونجر ذان، يعني دول اطول مراحل، وان 4 اطول من ان 3.
والفيرست اول واحده تدخل فيها في اول سايكل خالص تدخل في الرابيد اي موفمنت سليب دي اقصر مرحله، اقصر مرحله في الزمن. وبالتالي بقى سبسيكوينت بعد كده الفاينل ستيج ان 3 وان 4 يعني انت بقى قرب بقى انت قعدت تنام تدخل في سايكلز كتير وانت نايم قرب قرب صحيانك هتصحى بقى ان 3 وان 4 بيبقى هم اقصر بقى اقصر، والرابيد اي موفمنت سليب هي اللي بتبقى اطول بنعكس بقى في نهايه النوم قبل ما تصحى على طول بيبقى ان 3 وان 4 يقصر تقصر الزمن بتاعها ويطول الرابيد اي موفمنت سليب ده قبل ما تنام على طول. الفيرست رابيد اي موفمنت سليب بيريود او نايت مي بي ليس ذان 10 دقائق، مرحله الاحلام يمكن تكون اقل من 10 دقائق في الديوريشن، وايل لاست مي اكزيد 60 دقيقه يعني في الاخر ممكن توصل ساعه. يبقى انت الرابيد اي موفمنت سليب في الاول دي الاولانيه دي ممكن توصل 10 دقائق فقط وتقعد تزيد في طول فتره النوم الى ان اللي هي مرحله النوم بقى السايكل اللي هي قبل استيقاظك مباشره دي ممكن توصل ان الرابيد اي موفمنت وصلت ساعه لوحدها. The predominance of rapid eye movement sleep towards the end of night sleep يعني ده بيبقى سائد في نهاية النوم اللي هو rapid eye movement sleep is the reason why most dreams that are remembered happen during before waking. يعني انت لو الحلم اللي انت بتحلمه في بداية النوم هنا كده وانت لسه كده هنا كده في حين المرحلة دي قصيرة مش هتفتكر الحلم ده، لو اللي حلمت حلمه في بداية نومك ولا زالت rapid eye movement sleep لسه في الزمن القصير بتاعها مش هتلحق تتسجل في المخ في الميموري مش هتفتكر اصلا انت حلمت اصلا. يعني مش حاجات ان نيجي نسالك تقول انا بحلمش، لا انت بتحلم بس ما تسجلش الحلم في مخك. لكن مين الاحلام اللي بنفتكرها على طول؟ الاحلام اللي هي بتفتكرها اللي هي في اخر النوم يعني قبل ما تصحى على طول حلم كده افتكرته اخر النوم، يعني لان الفتره دي بتبقى طويله في اخر مراحل النوم وانت قبل ما تصحى مباشره يعني عشان كده بتفتكره، تفتكر الحلم اللي انت حلمته في اخر مراحل النوم قبل ما تصحى مباشرة. لكن في أول ما بتنام لو حلمت مش هتفتكر حاجة. ده التفسير ليه بنفتكر الأحلام اللي في آخر النوم ما بنفتكرش الأحلام اللي في أول مراحل. ده السليب ستيج اهو. بنبتدي نون رابيد أي موفمنت سليب. اللي هي السلو ويف سليب ستيج 3 و 4 دي. بص كده أنت بادئ الأول يقظة حالة اليقظة. تدخل في النوم ستيج 1 اللي هي ما بتتكررش تاني وأنت نايم. دي بقى بنبتدي في أول النوم بس. بدأت تدوخ وبقيت دراوزي وخلاص عايز تنام دي ستيج 1. دخلت ستيج 2 دي ان 2 ان 2 اهو دخلت ستيج 2 ومنها الى ستيج ان 3 ومنها الى 4 وبعدين 4 هنعيد الكره ترجع ل 3 ترجع ل 3 ترجع ل 2 بدل ما نرجع ل 1 هندخل في مرحله الاحلام رابيد اي موفمنت سليب هنستبدل 1 ب وعندي تعيد الكره ثاني تدخل في 2 بعدين 3 بعدين 4 من 4 3 2 رابيد اي موفمنت سليب رابيد اي موفمنت سليب وبعد ترجع لي 3 وهكذا. يبقى هنا دي اللي هي المراحل بتاع النوم والتايم بتاع الاور يعني ده الزمن بتاعها في كل مرحله من مراحل النوم. ماشي يا دكاتره؟ يعني انت لو انا عايز تاخد بالك بس شوف زمن الرابيد اي موفمنت سليب ده الزمن بتاعها ده الزمن بس لا تتعدى هذه الفتره الزمنيه في بدايه النوم. شوف زمنها قد ايه في اخر النوم ده زمانها زاد اهو قلنا بحوالي ساعه هنا 10 دقائق هنا حوالي ساعه مرحله الرابيد اي موفمنت سليب في نهايه النوم. في اول النوم تبقى صغيره كده تقعد تدخل اول تدريجا على حساب التانيين يقلوا على حساب التانيين بيقل الزمان بتاعها. هنا الكونسوليديشن بتاع الديكلاراتيف ميموريز اللي هي المرحله 3 و4 دي 3 و4 اللي هي 3 و4 دي كده 3 و4 دي المرحله اللي بتسجل فيها الذاكره بتاعه اي حاجه. على فكره وينصح ان انت بعد ما تذاكر كويس روح نام روح نام يعني اعمل حسابك هذاكر وراح انام دي احسن وسيله لتركيز المعلومه وتثبيتها في المخ. الميموري تبقى زي الفل يعني انت ذاكرته هيتثبت زي الفل تصحى الصبح فاكر كل حاجه. لكن انت ذاكرت قلت انا راح بقى اقعد في الاستراحه شويه راح اتفسح شويه راح مش عارف اشوف التلفزيون شويه اشوف النت شويه اشوف اليوتيوب شويه يبقى انسى يا حبيبي انسى ان مركز الذاكره انت لخبطته وعملت اعاقه لتسجيل المعلومه اللي انت ذاكرتها. لكن لو انت ذاكرت ورحت نمت على طول عاقب المذاكره مباشره دي انسب وسيله لتثبيت المعلومه في المخ. رابيد اي موفمنت سليب بقى اللي هو المرحله دي من النوم اللي هي فيها الاحلام دي بتاع الدريمنج اهو دي بتبقى بحاجه اسمها بارادوكسيكال سليب رابيد اي موفمنت سليب دي بيزيد الاوتونوميك اكتيفيتي اللي هو
هو انت في الحلم بقى، افرض انت في الحلم بتضرب واحد، يبقى الهارت ريت هيزيد والضغط هيعلى. افرض في الحلم انت بتحب واحده مش عارف ايه، تلاقي ضربات القلب هديت كده والضغط بقى قوي والدنيا بقى احلى ومش عارف ايه، حسب بقى الحلم بتاعك ده انت هتعمل ايه. برضه نفس القصه هنا برضه، ده في المرحله دي رابيد اي موفمنت، طالما انت نايم يبقى برضه فرصه تسجيل الاحلام بتبقى احسن حاجه. الستيج قلنا دي اللي قدام حضراتكم دي كده، الاربعه دول كده، دول ان هم نون رابيد اي موفمنت سليب، نون رابيد اي موفمنت سليب. ده بندخل بعدها في الرابيد اي موفمنت سليب بتاع الاحلام. يبقى هو دي ستيج 1 تاخد لها 10 15% من النوم، ستيج 2 نون رابيد اي موفمنت 50%، 3 و4 بياخدوا 15 20%، احنا قلنا عليهم حوالي 85 80%، اللي هم دول الثلاث مراحل بتوع النون رابيد اي موفمنت سليب. قلنا الرابيد اي موفمنت سليب لا يمثل سوى 20 الى 25% من ساعات النوم. خلاص نلخص الكلام، انت بتبقى يقظ فعندك بيتا ويف وانت في لسه صاحي، بيتا ويف وايت ويك فولنس، دخلت في الاكوات يعني هادي بقى، بدات تهدى. هنا انت مشغول بحاجه، هنا بدات تبقى ريلاكس ذهنيا، بدات تدوخ وهتنام، يبقى الفا. تدخل في مراحل النوم، ستيج 1 دي لو فولتج، بدات الفولت يقل بتاع الموجات دي شديدة تقل، وبقى في سبندلز بقى، دي مرحله ان 1. مرحله ان 2 و 3 دي بدات الثيتا تظهر. مرحله ان 4 دي مرحله السلو ويف سليب اللي فيها الدلتا، وبرده ممكن تلاقي الثيتا مستمره معانا هنا في المرحله دي. الرابيد اي موفمنت سليب بيتا، طب بيتا ليه؟ لان قلت لك دي مرحله الاحلام، في كوابيس احلام، في نشاط في المخ، يبقى اديك البيتا زي اكنك صاحي، يعني مخك اكنه صاحي. يبقى ستيج 1 2 و 3 و4 دول اسمهم نون رابيد اي موفمنت سليب، اللي هما ان 1 لان 4 ودي الرابيد اي موفمنت سليب. لو خدنا انواع النوم بشيء من التفصيل شويه والكاركترستيك فيتشرز بتاع كل المراحل، السلو ويف سليب دي النون رابيد اي موفمنت سليب. سلو ويف بيكوز ذا برين الكتريكال اكتيفيتي از فيري سلو، موجات المخ اللي بتتسجل دي توسيتا ودول دلتا وسيتا ودول سلو. نون رابيد اي موفمنت سليب بيكوز الاي بول دونت شو رابيد موفمنت، قلت لحضراتكم ان العين ما بتتحركش حركه سريعه اثناء المرحله دي النوم. الاي موفمنت بيكام سلو، حركه العين بطيئه. رابيد اي موفمنت سموه كده ليه؟ رابيد اي موفمنت ووكينج، قلنا ان في المرحله بارادوكسيكال يعني بيسموه النوم الكاذب. يعني ايه النوم الكاذب؟ هو اكنك صاحي بس انت نايم، بس اكنك صاحي، صاحي ليه؟ لان في نشاط في المخ في المرحله دي، نشاط الاحلام بقى ومش عارف ايه، عشان كده سموه بارادوكسيكال. اكونت 20 ل 25% من ساعات النوم اللي هي دي. والرابيد ذا فيرست رابيد اي موفمنت سليب ايبيزودز بتحصل حوالي 22 دقيقه افتر ذا اونست اوف رابيد اي موفمنت سليب. يبقى دي يعني اول مرحله من مراحل الرابيد اي موفمنت سليب بتحصل بعد حوالي ساعه او ساعه ونص من بدايه النون رابيد اي موفمنت سليب. دي توقيت حدوثها مش زمانها. زمانها بيبقى حوالي ساعه في نهايه النوم، دي زمانها بحوالي ساعه، لكن هي بتبتدي امتى؟ بعد حوالي ساعه او ساعه ونص من بدايه نومك يعني. دي يبقى فيها يعني ممكن اول حلم تحلمه بعد ساعه او ساعه ونص من بدايه النوم. المراحل والاي جي ويفز. السلو اوف سليب فيرزر ديفايدد انتو اربع مراحل، ده بنقسمه لاربعه زي ما اتفقنا، ان 1 و 2 و 3 و 4. ان 1 طيب، عشان تصحى من المرحله دي انت محتاج محفز قوي. على فكره دي مرحله من النوم انت محتاج محفز قوي عشان نصحيك من المراحل دي من النوم، اللي هي النون رابيد اي موفمنت سليب دي. طيب ستيج 1 اللي هي ان 1 ذا ترانزيشن ستيج ثرو ويتش السليب از انتر، دي المرحله اللي هندخل فيها، ننتقل من مرحله اليقظه الى النوم. برين بلوس الالفا ويف سبيسيفيك فور كالم ريلاكسد ويكفولنس، انت كنت الاول يقظ مخك شغال، بقيت هادي اهو، مخك بدا يهدى ومسترخي ولسه صح، يا دي المرحله اللي هي قبل النوم على طول، دي المرحله دخولنا في النوم. خلاص دي بنسميها اللايت سليب لسومينيسنس او الدراوز سليب، دايخ كده وخلاص النوم هيدخل عليك بقى. هتلاقي فيها ممكن ننتقل من الالفا الى السيتا، تلاقي مرحله السيتا بدات تظهر. Sudden twitch و jerk also known as positive myoclonus، يعني في المرحلة دي بداية النوم كده ممكن يحصل لك حركات لا إرادية في جسمك كده، رعشة خفيفة في إيدك، في منطقة الفيس، في عضلات الفيس، في الحواجب، مش عارف إيه، في الجفون، كلام من ده. دي في المرحلة دي ممكن تلاقي الحاجات دي. طيب نكمل إحنا النون رابيد وبعدين نرجع للرابيد. Stage 2
10 دقائق بعد السليب اونست، تبتدي بعد 10 دقائق من بدايه النوم ستيج 2. فيها سيتا ويف والسليب سبندل والكي كومبلكس اللي احنا قلناها الموجات الغريبه اللي عامله زي الشوكه دي، ممكن تظهر في المرحله دي. دي 45 ل 55% تمثل زمن من زمن النوم الكلي. لوس اوف ماسل تون اند لوس اوف كونشس اويرنس بنخطط فيها، دي بتسترخي بقى عضلات، بترخي خالص ومفيش بقى خلاص ادراك وبدات تفقد الوعي بقى. ستيج 3 ربع ساعه بعد السليب اونس، يعني بعد حوالي 5 دقائق من دي 10 دقائق من بدايه النوم، دي بعد دي ب 5 دقائق. دلتا ويف دي تظهر. ستيج ان ويتش النايت تيرورز اللي هي الكوابيس، البيد ويتنج اللي هم الناس اللي هم عنده نكتورنال انيوريزس اللي بيعملها على نفسه، يعني في اطفال بيعملوها على نفسهم وبتاع، دي في المرحله دي من النوم. وسليب واللي عنده مرض ان هو بيمشي وهو نايم بيبقى في المرحله دي من النوم، واللي بيتكلم وهو نايم يبقى دي مراحل فيها الحاجات دي كلها. المراحل دي ستيج 3 فيها المراحل دي. ستيج 4 دي بتتبع ستيج 3 بعديها، ودي فيها نسبة عالية من الدلتا ويف. يعني إذا كانت الدلتا ويف هنا موجودة لكن هنا أعلى نسبة، بدأت تزيد الدلتا ويف في مرحلة الـ N4. N4 effectively deeper version of N3، يعني هي أعمق، هي N3 بس أعمق شوية في درجة النوم من N3. In which deep sleep characteristics such as delta waves are more pronounced، يعني هي فيها الدلتا ويف واضحة جدا اللي هي العلامة بتاعت النوم العميق. الدلتا ويف دي علامة النوم العميق. كاركتر as it become deeper، كل ما تنام كل ما تدخل في النوم يعني become more restful، هتبقى مستريحة الآخر. ماشي. mild reduction في تتميز ان rapid eye movement sleep بيقل فيها المسل تون، بيقل ضربات القلب، بيقل ضغط الدم، الارتيريال بلاد بريشر، الاسبيراتور ريت، البيزل ميتابوليك ريت يعني معدل انتاج الطاقة في الساعة، كل دول بيقلوا. ستيج 4 deeper stage of sleep، هي المرحلة العميقة من النوم، difficult to arouse by ordinary sensory system، من الصعب ان انا اصحيك منها، تبقى نايم نوم عميق يعني. ستيج 3 وستيج 4 بريدومينيت في الايرلي سليب، but as sleep progress in subsequent sleep cycle contain only stage 1 و 2. يعني زي ما اتفقنا ان هي بتبقى 3 و 4 دي كتير قوي في بداية النوم، وبعدين تبتدي تقل ويبقى الغالب stage 2 قبل ما اصحى، 1 دي تبقى قبل ما اصحى على طول يعني. الاراوزال ثريشولد بيزيد جرادولي فروم N1 تو N4، ده اللي احنا قلناه، عشان كده من الصعب ان انا اصحيك في N4. السيتا والدلتا ويف دول مميزين للمرحله دي من النوم. If dreams occur they are not remembered، لان هم اصلا زي ما اتفقنا not consolidated في الميموري، يعني ما تخزنوش في الذاكره، ما تحولوش من ذاكره الشورت تيرم الى اللونج تيرم ميموري في الذاكره، لان الزمن بتاع الرابيد اي موفمنت سليب. رابيد اي موفمنت سليب بتتميز ان الموجات بتاعتها لو فولتج ورابيد ويف سيميلر تو بيتا، شبه البيتا، ان فيها نوع من انواع النشاط في المخ. رابيد اي موفمنت سليب كان ديفايدد انتو تو كومبوننت، تونيك او بيرزيستنت كومبوننت، ده بيزيد الاكتيفيتي بتاع السيتا، سيتا ويف بتبقى زايده في اتونيا، يعني مفيش تون خالص في العضلات. In fact, the reduction of the muscle tone is actively induced by release of glycine into the motor neuron. تعرفين ان الجلايسين inhibitory chemical transmitter. بيعمل inhibition للانتيريور هورن سيلز يعني، بيمنع نشاط الانتيريور وبالتالي بيرخي العضلات. ده الجلايسين امينو اسيد كيميكال ترانسميتر. Suppression للمونوسينابتيك والبولوسينابتيك ريفلكس، مفيش ريفلكسات، يعني مونوسينابتيك اللي هو الاسترتش ريفلكس بتاع التندون جيرك، والبولوسينابتيك زي الفليكشن وزدرو ريفلكس. Inhibition في المرحلة دي. Only the extraocular muscle. Diaphragm, cardiac muscle, some sphincters at the top of the bottom of the gastrointestinal tract remain active during rapid eye movement sleep. الحاجات دي ما ينفعش نستغنى عنها. يعني الديافرام عشان التنفس، ضربات قلبك شغاله، سفنكتر مقفوله عشان ما تعملهاش على نفسك، يعني يقول لك نكتورنال انيوريزيز، لا. كل ده شغال، منحبس مقفوله، وده في حتى في الاحلام. حتى الاحلام دي بتبقى مقفوله. Paralysis is known to occur during rapid eye movement sleep in human. يعني شلل في العضلات، شلل ده طبعا مش دائم، ده اثناء مرحله بس فيه ما فيش خالص. This paralysis is useful preventing the acting out dream during rapid eye movement sleep. يعني انت حلمت عايز تضرب احمد الجندي في الحلم. طب ما انت هيبقى عندك، انت حلمت منتال يعني من الناحيه الذهنيه عايز تضرب. هيضربه ازاي؟ ما ربنا بقى بيرخي العضلات عشان ما تعملش اكشن وانت نايم تضر نفسك. افرض انت عايز تضربه فبيتهيألك ان هو قدامك هتخبط نفسك، تخبط ايدك في الحيطه، تخبط في اي حته. لا هو بيرخي عضلاتك خالص عشان ما تؤديش الاكشن بتاع الحلم
او الكابوس اللي انت بتحلم بيه. النوع الثاني اذا كان ده اسمه تونيك، يبقى النوع ده اسمه فيزيك رابيد اي موفمنت سليب. البرين هنا في المرحله دي هايلي اكتف، ديب سليب، ديفيكالت تو اروز، صعب ان انت تصحى برضه، اسوشيتد مع دريمز ورابيد اي موفمنت، المرحله دي فيها الاحلام بقى ورابيد اي موفمنت، الحركه بتاعتها بتبقى سريعه اثناء الحلم. انكريز الريجولاريتي وانكريز، وفي زياده لخبطه في معدل ضغط الدم وضربات القلب ومعدل التنفس، هناك كان بيقل وهنا كان بيقل الحاجات دي. بيرست اوف اي ام جي اكتيفيتي اند مايوكلونيك تويتشنج اوف ليمب ماسل، يعني حركات لا اراديه. ام جي يعني الكتروميوجرام، بيتسجل نشاط العضلات كهربي غير طبيعي وبيحصل رعشه، رعشه غير مقصوده لا اراديه وانت نايم. الريجولار تانج موفمنت، حركه لا اراديه في التانج. اكتف دريمينج ريمبرد ليتر، يعني دي ممكن انت لو حلمت في المرحله دي هتفتكر الحلم، ان الزمن بتاعها بيبقى في نهايه النوم بيبقى طويل عشان كده تفتكر. ديكريز في المسل تون نتيجة الاكزيتيشن بتاع الريجولار انهبيتوري سنتر، ده ان انت ده اللي بيعمل انهبيشن في المسل تون المركز ده عن طريق اللاترال فيتيكروسبينال تراكت. اريكشن في البينس، ده المورنينج يا جماعه، اريكشن في البينس ده ممكن ده في نهايه النوم ممكن تصحى تلاقي فيه اريكشن في البينس تلقائي، اللي بيسموه مورنينج اريكشن، اللي هو بيفقد المورنينج اريكشن ده في الاريكتايل ديسفانكشن في مرضى السكر الى اخره، يكون في مشكله عندهم صحيا. انجورجمنت في الكليتوريز نفس القصه، اريكشن في البينس يبقى برضه هتلاقي الكليتوريز الى حد ما في اريكشن في الفيميل. تويتشز في الفيشيال والليمبو ماسل، حركات لا اراديه في عضلات الوجه والليمب. مور ديفيكالت تو اويك بيرسون زان ان سلو ويفز سليب، يعني هنا من الصعب ان انت تصحي، لان صحي الشخص ده يمكن اكتر كمان. احنا هنا قلنا صعب تصحيه في المراحل الاخيره، هنا المراحل الاخيره صعب تصحي، نفس القصه هنا انه صعب ويمكن اصعب من المرحله دي. نفكر حضراتكم تاني، ستيج 1 خلاص بقى فيها سيتا ويف، بدات انت النوم. ستيج 2 سيتا ويف وسليب سبيندل. ستيج 3 دلتا ويف قد تظهر. ستيج 4 دلتا ويف بتبقى الغالبه في هذه المرحله. الامبورتنس بتاع الرابيد اي موفمنت سليب، مرحله اللي هي فيها الاحلام دي، اكسبريشن اوف ذا كونسيرن ان ذا سب كونشس ثرو دريمز، يعني بقول لك اللي انت بتعمل ريليز للواحد عنده مشكله، تنام في مشكله اي مشكله، فبيطلع اللي هو في صوره حلم، طلع اللي هو عايز اللي مش عارف يعمله في الحقيقه ده بيطلعه في صوره حلم، ده اللي هو الاكسبريشن، تعبير على اللي انت عايزه بس في صوره حلم بقى طالما انت مش عارف تؤديه في الحقيقه. Long term chemical and structural change that the brain need to make learning memory possible. هنا في تغيرات في المواد الكيميائيه والتركيب بتاع اللي هو بيؤدي الى تخزين المعلومه في الذاكره كويس، وده اللي قلت لحضراتكم عليه ان انت لما بتنام بتسجل معلومات كويس. نشوف كده الـ age related change في الـ sleep pattern. الأطفال حديث الولادة قلنا ساعات النوم توصل إلى 18 ساعة، من شهر ل 12 شهر، يعني على لغاية سنة 14 12، ده الزمن ده النورمال سليب اورز بتاعتنا يعني. واحد 3 سنين 12 15 ساعة، 3 ل 5 سنين 10 ل 13 ساعة، 5 ل 12 سنة 9 ل 11 ساعة، الأدوليسنس 9 ل 10 ساعات، اللي هم انتوا في الاثنين دول كده يعني. في الأدلت والإنكلودنج إلدرلي، أدلت 7 ل 8 ساعات. الالدر طبعا بيقل. البريجننت وومن 8 ساعات ممكن يزيدوا عن 8 ساعات. الديستريبيوشن بتاع السليب ستيج في التيبيكال نايت. بريماتور انفنت في الاطفال الحديقه اللي هم غير ناضجين. اللي هم نزلوا قبل 9 شهور حمل. رابد اي موفمنت سليب اوكيوباي 80% من التوتال سليب اور، ده عكس المعتاد. لانه ده في اقصى حاجه 25% من ساعات النوم، اللي هنا 80% في الاطفال حديث الولاده اللي هم اتولدهم اقل من 9 شهور حمل. فول تيرم يونيت اللي نزلوا طبيعيين 50% من سليب اور اوكيوباي، ده رابيد اي موفمنت سليب في الفول تيرم يونيت. في الاطفال هاف مور سليب تايم اند ستيج 4 ذان ادلت، ماشي عندهم ما بيناموا اكتر زي ما اتفقنا، وعندهم الستيج 4 اطول من البالغين. اللي هم كبار السن المسنين بروبوشن بتاع رابيد اي موفمنت سليب فولز، دي النسبة rapidly and plateau at about 25% 20-69 سنة until it fall further in old age، يعني بيوصل يعني زي البالغين لغاية من 20-69، بعد كده ممكن تنزل في ساعات النوم تقل في old age أكتر من كده. البوستيريتد ميكانيزم بتاع السليب، في
شوف النظريات المقترحة لتفسير النوم. يبقى عندنا إحنا الميكانيزمز والآليات بتاعة النوم دي، هي النظريات المقترحة لتفسير عملية النوم. شوف النظريات المقترحة للنوم إيه. معايا دكاترة ولا إيه؟ معاك دكاترة؟ معاك يا بروف. ربنا يكرمكم يا باشا والله. بوستوليتد ميكانيزم أوف ذا سليب، يعني الساعات اللي هو الآليات المقترحة لتفسير النوم. في عندنا نظريات كتيرة الحقيقة. النظرية الأولانية اسمها السيركاديان نيتشر أوف ذا سليب، الساعة البيولوجية. Initiation of slow wave then rapid eye movements. في مراكز في المخ مسؤولة عن المراحل دي من النوم بالتحديد، اللي هو النون رابيد اي موفمنتس، مراحل معينة يعني. يبقى نبتدي النوم بكده، في حاجات ميكانيزم بيشجع الحكاية دي. نظريات، على فكرة وانتوا بتقروا النظريات دي ما تربطش دي باللي بعديها. كل نظرية تتاخد لوحدها. ما تقولش أصل بيحصل في دي كده، ليه حصل في دي كده؟ مفيش حاجة اسمها كده. كل نظرية يا جماعة قالها الأخ اللي اقترح النظرية مستقلة بذاتها، ما تربطهاش بالتانيين. كل نظرية مستقلة بذاتها، لما تيجي تذاكر ما تربطش حاجة بالتانية، تقول الله هو هنا حصل كده وهنا حصل كده ليه؟ هو ما اجي فسرها فسر كده، اللي فسر النظرية قالها كده. البروبوزد ميكانيزم اوف اكشن اوف سايتوكاينز، علاقة السايتوكاينز والإميون سيستم في علاقة النون رابيد اي موفمنت سليب. سايتوكاينز والنون رابيد اي موفمنت سليب. Initiation بتاع الرابيد اي موفمنت سليب، Initiation of rapid eye movement sleep. يعني هنا في مراكز خاصه بده، في مراكز في المخ خاصه بده، في ميكانيزم خاص بده، ميكانيزم خاص بده. Metabolic serum of the sleep اللي هي بيسموها sleep substance، المواد الكيميائيه اللي بتؤدي للنوم دي، الميتابوليك serum of the sleep. بس في سيرو نشرحتها في اول المحاضره، Differential serum بتاعت العلاقه اللي هو الريفربريتنج سيركت بين السيريبرال كورتكس والريتيكولار اكتيفيتنج سيستم وبين الثالاموس. ايه دي؟ اسمها الباسيف سيري او الديفرنشيشن سيري. نشوف كده مع بعض اول نظريه، السيركاديان نيتشر اوف ذا سليب. اتفقنا حضراتكم ان هناك مركز في المخ مسؤول عن الساعه البيولوجيه، السيركاديان ريزم، اسمها السوبرا كازماتيك نيوكليس فوق الاوبتيك كازما في الهايبوثالاموس، هي اللي مسؤوله عن الساعه البيولوجيه، اللي هي مرتبطه بتعاقب الليل والنهار، مرتبطه بتعاقب الليل والنهار. الايفكت بتاع النيوكليس دي ميديتد باي، يعني هذه النواه تتأثر بالهرمون الميكانيزم، هرمونات بتأثر في نشاط هذه النواة، والسينابتيك كونكشن مع السليب سنتر، مع ان هي متصلة بمراكز النوم. This synchronizes the activity of sleep center with circadian light drive. دي بتعمل تزامن مع المراكز النوم ونشاط مراكز النوم مع ساعات الليل والنهار. ده اللي بنسميه السيركاديان ريزم او الساعة البيولوجية او التغير اليومي اللي بيطرق على نشاط مراكز النوم. نشوف كده مع بعض اثناء التعرض للضوء، يعني وانت يقظ. وانت يقظ، ركز معايا، وانت يقظ تتعرض للضوء، الامبلس بتيجي في عينيك اول وتن وتاثر في الريتنا، شبكيه العين زي ما حضراتكم عارفين، بيربط الريتنا او النيرفز اللي طالعه في الاوبتيك نيرف، بيربطها بالهايبوثالاموس تراكت اسمه ريتيكولو هايبوثالاميك ريتينو هايبوثالاميك تراكت، من الريتنا للهايبوثالاموس. ده تراكت عصبي، اعصابه طالعه من الاوبتيك نيرف وراحه بتعمل تراكت مع الهايبوثالاموس اسمه ريتينو هايبوثالاميك تراكت. طيب هيروح ياثر في مين؟ السوبرا كازماتيك نيوكليس، بناء على الضوء ده، الضوء ده هيروح للنوادي اللي في الهايبوثالاموس، اللي هي بتاعه الساعه البيولوجيه في جسمنا ايه؟ دي اللي اسمها مين؟ اللي هي الريتينو، ريتينو هايبوثالاميك تراكت، هيروح للسوبرا كازماتيك نيوكليس في الهايبو مين؟ ثالاموس. لما يروح الهايبوثالاموس يروح ياثر على الباينيال جلاند اللي موجوده في قاع المخ اللي بتفرز هرمون الميلاتونين، يعمل يوم ده لما تكون نشطه تعمل انهبيشن ده. يعني بكون هنا في حاله الضوء تعمل انهبيشن للباينيال جلاند فتقلل افراز الميلاتونين هرمون. ايه اللي افراز الميلاتونين هرمون؟ الميلاتونين ده بتاع النوم، فيخليك تصحى. طالما هرمون النوم قال يبقى تصحى، تعالى بالليل بقى. لو تعرضت للدارك بالليل يبقى هنا برضو هالامبلس عن طريق دي ما عادش الهايبوثالاموس سوبراكازماتيك مش شغاله، تقوم تفوق الباينيال جلاند، وكانت هي كانت انهبيتد تحت تاثير السوبراكازماتيك نيوكليس، ما عادش في انهبيشن، يحصل لها ريليز من الانهبيشن وتشتغل البينيال جلاند تفرز الميلاتونين، الميلاتونين يؤدي الى تنشيط مراكز النوم وتنام. هذا علاقه الساعه البيولوجيه بساعات النوم. ودي زي ما قلت لحضراتكم اهو، يعني ده تعاقب الليل والنهار وعلاقته بهرمون الميلاتونين. انا يهمني هرمون الميلاتونين ده، دي بيبتدي افرازه، شوف الساعه 6 صباحا يبدا افراز هرمون الميلاتونين، 9 مساء سوري بعد ما بالليل يعني 9 مساء هو يبدا افراز هرمون الميلاتونين، يقعد يزيد افراز ويزيد افراز ويزيد افراز، هو افراز هرمون الميلاتونين خلاص الى ان يصل الى البيك في حوالي الساعه 12 ميد نايت، يصل اعلى معدلاته هنا في الساعه 12 بالليل.
ده هرمون الميلاتونين، ده طول فترة النوم هو بالليل بيزيد الميلاتونين، ده يخليك تنام. يقل إفرازه بقى الصبح بقى وأنت صاحي، الكورتيزول هو اللي إفرازه يزيد، فيغلب تأثير الكورتيزول أثناء النهار على تأثير الميلاتونين أثناء الليل. يعني الميلاتونين المهيمن بالليل، الكورتيزول هو المهيمن بالنهار. ده الميلاتونين أهوت حضراتكم، وده الساعات بتاعة النوم 4 العصر أهو 8 بالليل بدأ يزيد أهو، ده الميلاتونين بدأ يزيد بالليل، يصل لأعلى معدله في منتصف الليل، بالليل، وبعدين يبتدي يقل يقل مع الصحيان بقى، وأنت بتصحى يبتدي يقل يقل مع النهار بقى، مع النهار الساعة 8 الصبح يبتدي يقل إفراز الميلاتونين، ده الميلاتونين وعلاقته بالساعة البيولوجية. نفس القصة احنا دي قلناها في أول المحاضرة، قلنا الميلاتونين بيصل إلى أعلى معدلاته الساعة 12 بالليل، في حين الكورتيزول يصل إلى أعلى معدلاته الساعة 6 الصبح، ده الكورتيزول، وده يكمل النهار وده يكمل بالليل، ده شغال بالليل ده بالنهار. يبقى السيركاديان نيتشر بتاع سليب وضحناها خلاص، وفهمنا دور الميلاتونين الكورتيزول في هذه القضية. هنا يعني لو شفنا الأحمر ده ميلاتونين أهو، ده الأحمر زاد بالليل أهو في منتصف الليل أهو، في منتصف الليل أهو زاد أهو بالليل، في حين إن الكورتيزول زايد بالنهار أهو، بالنهار ويقل بالليل، ماشيين عكس بعض، الكورتيزول يزيد بالنهار ويقل بالليل خلاص، ويزيد بعد ساعتين من النوم زي ما قلت لحضرتك، يزيد أهو ساعتين عشان تبتدي الصبح زايد عندك، تبتدي الصبح هنا زايدك عشان يبتدي معاك بقية النهار النشاط بقى وحيوية وبتاع، لكن الميلاتونين أهو يبدأ في الارتفاع مساء وعن يقل الصبح عشان تمارس نشاط. هنا هتصحى، تصحى نقص الميلاتونين وزيادة الكورتيزون تصحى، هنا تنام زيادة الميلاتونين ونقص الكورتيزون ده تنام. نفس الكلام مع كل ساعة اهوت، انت مش كده مع الساعات، هتلاقي الميلاتونين زاد اهوت، الميلاتونين بيبتدي اهوت يبتدي يزيد، وبعدين الساعة 9 دي الساعة 9 اهو الليل تسعة ويبتدي يزيد يوصل لميد نايت أعلى معدلاته، ده الميلاتونين. الكورتيزول طبعا هو اللي يكمل معانا بقية الميلاتونين. النظرية التانية، النظرية اللي فاتت ديت هي علاقة السيركاديان ريزم والكورتيزول والميلاتونين والقصة دي. النظرية التانية initiation of slow wave اللي هي non rapid eye movement sleep. non rapid eye movement sleep، يبقى أنا النوع اللي هو non rapid eye movement sleep ده في ناس قالوا إن هو له ميكانيزم خاص بيه أصلا. طب إيه الميكانيزم اللي خاص بيه أصلا ده؟ نشوف مع بعض كده. يعني ده الكلام وده الدياجرام اللي بيوضح هذا الكلام. احنا عندنا الهايبوثالاموس، الهايبوثالاموس والبرينستيم دول بيبعتوا امبلس، بيبعتوا امبلس للنون سبيسيفيك سيراميك نيوكليوت على الثالاموس والسيريبرال كورتكس. انتوا عارفين دول، دول علاقتهم باليقظه، الاثنين دول لو نشطتهم عن طريق الريفربريتنج سيركت مع الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم هتبقى يقظ. فالهايبوثالاموس والبوستيريور بارت بتاعها بالتحديد بيبعت هيستامينرجيك نيرونز بتفرز هيستامين تنشط دول. البرين ستيم بيفرز استايل كولين وبيفرز من اللوكس من منطقه البونز، واللوكس سيرس بيفرز ادرينالين، والاثنين دول بينشطوا المنطقتين دول، ولما ينشطوهم يعملوا ايه؟ يعملوا ينشطوا الريتيكولار اكتيفيتي فتصحى، ده اليقظه. تقوم تيجي مين بقى؟ البري اوبتيك اريا بتاع الهايبوثالاموس، هي دي بتاعه النان رابيد اي موفمنت سليب اللي هو السلو سليب ده. البري اوبتيك اريا بتاع الهايبوثالاموس تقوم تبعت، تبعت عشان تعمل انيشيشن للسليب تبعت عن طريق الجاما امينوبيوتريك اسيد كيميكال ترانسميتر انهيبيشن للهايبوثالاموس. وانهيبيشن لمين؟ للجاما، للبرين ستيم، يبقى انهيبت ده وانهيبت ده. لما تعمل انهيبيشن الاثنين دول اذا ما عادش في ستيميوليشن على المنطقه دي خلاص، ما دي بتاع اليقظه، انت عملت انهيبيشن للريتيكولار اكتيفيتنج سيستم يبقى تنام، يبقى تنام على طول. يبقى ده الميكانيزم بتاع النون رابيد اي موفمنت سليب، ان البري اوبتيك اريا في الهايبوثالاموس تبعت نيرونز افرز جاما امينو بيوتريك اسيد انهيبيشن للهايبوثالاموس وانهيبيشن للبرين ستيم بونز واللوكس سيريولس، مفيش استايل كولين ولا ادرينالين، ما عادش في تحفيز لدول ولا بالهيستامين ولا بدول، يبقى كده على طول يحصل انهيبيشن في المنطقه ديت اللي هي لها علاقه وطيده بالريتيكولار اكتيفيتي بتاع اليقظه، ما عادش شغال تنام. ده الميكانيزم بتاع السلو سليب، دي النظريه كما ذكرها صاحبها. نشوف كده عشان انا بس عايزكم تركزوا في حكايه الادرينالين دي. الادرينالين ده كان بينشط من هنا اليقظه، ركز معايا، الادرينالين اهو بيشتغل على دول وينشط اليقظه ويمنع النوم، يعني ده الادرينالين اهو هو الاستايل كله. طيب ركزوا معايا كده عشان هنلاقي فيه اقاويل اخرى في تخص هذا الكلام. انتوا فهمتوا دلوقتي طبعا ان قلنا ان الهايبوثالاموس
دي اللي هي بنسميها البري اوبتيك اريا بتاع الهايبوثالاموس، تفرز جاما امينو بيتريك اسيد، بتعمل انهبيشن للهيستامينرجيك نيورونز اللي موجوده في الهايبوثالاموس، وبالتالي هتمنع لما تبقى انهبيتد دي ما تنشطش الثالاموس ولا تنشط بقى الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم ولا الكورتكس. طيب ونفس القصه انت عايز تعمل انهبيشن للريتيكولار اكتيفيتنج سيستم برضه بالجاما امينو بيتريك اسيد في منطقه برين ستيم. خلاص ده موضوع منتهي. النظريه الثالثه لتفسير النوم، دور السيتوكاينز بقى، السيتوكاينز بتاع الاميون سيستم في ان هي تؤثر وتحدث ما يسمى نون رابيد اي موفمنت سليب. تعرفين حضراتكم الانترلوكين 1 ده احد السيتوكاينز اللي بتفرز من هو الهيلبر تي لينفوسايت، بس ده اللي هي بنسميها الانترلوكين 1، انترلوكين 1 بيتا والتيومر نيكروزيس فاكتور الفا. خلاص، واحيانا جروس هرمون ريليزنج هرمون، دور السيتوكاينز اللي يهمونا في هذه القضيه. شوف كده انترلوكين 1 بيعمل ايه، انترلوكين 1 بيزود انتاج البروستاجلاندين دي 2 وبيعمل بينشط افراز الجروس هرمون ريليزنج هرمون من الهايبوثالاموس، والاثنين دول بينشطوا الاكزيتيشن بتاع السليب اكتيف نيرونز، يعني دول بينشطوا مركز النوم، دول بينشطوا مركز النوم ده، يعني دول ينيمهم ده وده كده ينيمهم، وهو له تاثير مباشر على المركز نفسه، يعني الانترلوكين 1 تاثير مباشر على المركز نفسه الى جانب تاثير الاثنين دول. تعال الانترلوكين 1 هيعمل ايه تاني بقى عشان تنام؟ انت عشان تنام لازم تمنع مركز اللي هو زي يقظه بقى، يقوم يزود الاكسترا سيلو ادينوزين، زود الادينوزين ويعمل موديوليشن للسيروتونرجيك اكتيفيتي، ينشئ السيروتونين ويشغل الاثنين دول كده، هم دول يعملوا انهبيشن للويك، الويك بتاع اليقظه اكتيف نيرون. يبقى انت عشان تنام هو الانترلوكين عمل الاثنين، نشط مركز النوم وعمل انهبيشن لمركز اليقظه. هذا الميكانيزم بتاع الانترلوكين كان احد انواع السيتوكاينز الرئيسيه اللي بتاثر على موضوع النوم. الميكانيزم اللي بعد كده الانيشيشن اوف رابيد اي موفمنت سليب، هل هناك ميكانيزم خاص بالرابيد اي موفمنت سليب كما كان هناك ميكانيزم خاص بالنون رابيد اي موفمنت سليب؟ نشوف مع بعض كده حضراتكم. بص هنا كده الاصل خالص، الاصل خالص الدورزو لاترال بارت بتاع منطقه البونز في البرين ستيم بيفرز استايل كولين، وده بينشط الثالاموس والريتيكولار اكتيفيتنج سيستم والسيكورتكس ويخليك يقظ. ماشي لغايه كده احنا متفقين، استايل كولين كان بينشط مركز اليقظه هو ويخليك يقظ. طب هننام ازاي؟ قال لك اللوكس سيريولس بتفرز ايه؟ نور ادرينالين، والرافي ماجنس نيوكليس تفرز 5 هيدروكسيتريبتامين اللي هو السيريتونين، ودول بيعملوا ايه؟ بيعملوا انهبيشن للثالاموس والسيريبال كورتكس الاثنين دول كده، وبالتالي يؤدي الى حدوث الرابيد اي موفمنت سليب. واثنين واحد هيقول له دكتور اللوكس سيريولس هنا دولت بتعمل انهبيشن للدول فبالتالي بتؤدي للنوم، اهو بتؤدي للنوم. طب ما انت قلت من شويه، قلت من شويه ان الادرينالين هو ادرينالين يؤدي لليقظه. يا حضرات الساده الافاضل افكر حضراتكم، افكر حضراتكم، اولا ده ادرينالين والثاني نور ادرينالين، ده اول فرق. الحاجه الثانيه ان الادرينالين والنور ادرينالين بيشتغلوا من خلال ريسبتور هنا. لو رجعنا بالذاكره للاوتونوميك نيرفس سيستم نيورو ترانسميتر والكيميكال ترانسميتر في اوتونوميك، كنا قلت لكم في السنه اللي فاتت ان الادرينالين ممكن يعمل انهبيشن او استيميوليشن. والله لو اشتغل على الريسبتور وزود دخول الصوديوم او الكالسيوم يعمل ديبولاريزيشن، يعمل استيميوليشن. لو اشتغل على نوعيه اخرى من الريسبتور وطلع خرج منها البوتاسيوم، عمل بوتاسيوم اي فلكس، او دخل الكلورايد ايونز يعمل هايبر بولاريزيشن، يعمل انهبيشن. اذا الادرينالين او النور ادرينالين ايزر اكزيتاتري او انهبيتر. ازيدكم في الشعر بيت اكثر يعني. لو شفنا تاثير السمباثيك اللي بيطلع نور ادرينالين على الجي اي تي، سمباثيك بيرخي، شوفوا بيرخي يعني انهبيشن للوولز بتاع الجي اي تي، بيعمل ريلاكسيشن للوولز عن طريق ايه بقى؟ انهبيشن اهو، وبيعمل استيميوليشن او اكزيتيشن وكونتراكشن في السفنكترز بتاعت الجي اي تي. الله، يعني عمل في حته كونتراكشن اكزيتيشن، عمل في حته انهبيشن في الوولز. ازاي عمل هنا وعمل هنا مع ان هو نفس الكيميكال ترانسميتر؟ من خلال اختلاف الريسبتور، اشتغل على الريسبتور في الوول قام طلع البوتاسيوم ودخل الكلور، عمل هايبر بولاريزيشن، عمل انهبيشن. اشتغل على الريسبتورز في السفنكتر، دخل صوديوم او كالسيوم، عمل ديبولاريزيشن فعمل كونتراكشن، او عمل عمل اكزيتيشن. يعني هنا انا مفيش اختلاف يا حضرات، كونه يعمل كده وكونه يعمل كده ويختلف بميكانيزمين اول، اهو ده اللي انا قلته. يبقى اقول اعيد الميكانيزم الثاني بتاع الرابيد اي موفمنت سليم،
الدورزو لاترال بارت بتاع منطقه البونز بيفرز كولينرجيك نيرونز اللي بتفرز في نهايه استايل كولين، ده اللي هو كولين بيفرز استايل ينشط دول، ده يؤدي لليقظه، ده الوضع الطبيعي اهو. طب انا عايز اعمل انهبيشن لده عشان انام، ادخل في رابيد اي موفمنت سليب، اعمل انهبيشن ازاي؟ عن طريق اللوكاس سيريولاس تفرز نور ادرينالين يعمل انهبيشن دي، والرافي ماجنس تفرز اللي هي او رافي نيوكلاس تفرز السيروتونين اللي هو يعمل انهبيشن دي، حصل دي انهبيشن تؤدي الى رابيد اي موفمنت سليب. الميتابوليك سيري بتاع السليب ان هي بمنتهى البساطه انت لما تلعب مجهود رياضي مصر اكسرسايز بيطلع ميتابولايتس كتير، يعني في ميتابولايتس كتير بتطلع في المجهود الرياضي، منها بقى الابراديكالين والسيروتونين ومش عارف ايه الميتابولايتس والاي تي بي والحاجات دي كلها يا جماعه بتنشط مركز النوم في المخ، يعني بتنشط مركز النوم سواء كان نون رابيد اي موفمنت سليب او رابيد اي موفمنت سليب، يعني المواد الكيميائيه ديت بتنشط مركز النوم في المخ وبالتالي بتؤدي للنوم. واهمهم طبعا الماده الكيميائيه الرئيسيه اللي بتنشط النوم لو كانت متوفره بنسبه كبيره في الدم، اللي بتاعها موجود في الدم بنسبه عاليه توصل لحد معين في الدم، يعني دي اللي هي بنسميه السيروتونين او السليب هرمون، ده هرمون النوم. ليه هم لان هو على فكره هرمون النوم ده هو كمان هو نفسه بينيم، الى جانب ان هو بيطلع مواد كيميائيه، هو نفسه بيطلع مواد كيميائيه كمان ينشط بعض المراكز في المخ، مواد كيميائيه تنشط مركز النوم برضه، يعني دايركت وان دايركت ميكانيزم. دي اللي انا شرحتها في اول محاضره اللي هي الريفربريتنج سيركت وازاي بننام، دي اسمها الباسيف سيري او الديفرنشال سيري. البينيفيتس بتاع الجود نايت سليب، يعني انا لما انام بالليل نوم كويس ايه استفيده جسمانيا وذهنيا؟ ايه فوائد النوم جسمانيا وذهنيا؟ جسمانيا overall better health, stronger immune system, your body repair itself while you are sleeping, improve the appearance of the eye skin اللي هو نضارة الوجه يعني الحاجات دول البشرة, mental clearer thinking during the day لما تيجي الصبح تقعد تركز كويس وتفكر بهدوء واخر حلاوة متبقاش متوتر, mood enhancer مزاجك يبقى كويس, stress reliever ده نوع من انواع relief بتاع الستريس, improve the memory حسن الذاكرة, improve the concentration, reduce your risk of accidents يعني ما تبقى نايم كويس, يعني انت مثلا لو انت رحت مشوار طويل وما كنتش نايم كويس ممكن تعمل حادثه, لكن نايم كويس ومركز يبقى مفيش مشكله, يبقى الاكسيدنت problems that arise from lack of quality of sleep ايه المشاكل اللي ممكن تنشا من نقص النوم, diminish the alertness through the day انت مش مركز طول النهار, لو ما نمتش كويس مش هتركز طول النهار, cognitive impairment النحة المعرفية بتاعتك بتقل, ممكن تعمل حوادث لا قدر الله, poor social and work relationship with others impaired emotional regulation, low mood or fluctuation in mood بتبقى متقلب المزاج أثناء اليوم, linkage to hypertension يعني عدم النوم ده ممكن ده أحد الأسباب اللي هي predisposing factor للضغط المرتفع, weight gain, diabetes, obesity, impaired immune function مناعة بتقل مع قلة النوم يا جماعة, قلة النوم ده تؤدي لزيادة الكورتيزول, والكورتيزول ده بيقلل إنتاج الليمفوسايت, إنتاج الليمفوسايت وبالتالي يؤدي لنقص في المناعة. الإفكت بتاع السليب ديربيشن هو إذا اتحرمنا من النوم ماذا يحدث؟ irritability ماشي, cognitive impairment, memory lapses or loss, impaired moral judgment إن هو ما تعرفش تحكم على الأمور كويس, يعني ما تعرفش تحكم على الأمور كويس, ما تاخدش تاخد قرار, ما تعرفش تاخد قرار, سيفير يعني تقعد تتساءل, هالوسينيشن هلوسه, سيمتوم سيميلر تو اللي هو الاتنشن ديفيسيت سيندروم اللي هو عدم الانتباه, يعني امبيرد اميون ديس اوردر سيندروم, هايبر اكتيفيتي ده اتنشن ديفيسيت هايبر اكتيفيتي ديس اوردر, امبيرد اميون سيستم نقص جهاز المناعه, ريسك اوف دايابيتس تايب 2 ده كل ده لما تتحرم من النوم الامراض البلاوي دي كلها تمسك الجسم, increase heart rate variability risk of heart disease, increase reaction time اللي هو زمن الريفلكس ده يبقى سريع, يعني لو حد لمسك تقوم لطش فيه على طول مش مستحمل اي حد, يعني سهل الاثاره, يعني نقص الاكيوريسي ما فيش دقه في اي حاجه بتعملها, رعشه اكس صداع other growth suppression قلنا النمو ما بقاش كويس لان جروث هرمون بيقل مع ساعات اليقظه, risk of obesity decreased temperature. يبقى اشهر sleep disorder طبعا الاخوه بتوع السيكاتري هم يمكن احسن ناس يتكلموا عن sleep disorders, لكن احنا هنقول بس just hints tips عن sleep disorder. بالsleep disorder عندنا حاجه اسمها insomnia, ده difficult to initiate and maintain sleep for sufficient time,
يعني تعريف القلق والتوتر والقلق هو صعب ان انت تنام، وحتى لو نمت ما تنامش ساعات طويله، مش عارف تنام، ولو نمت ما تنامش ساعات طويله. سليب ابنيا اللي هو توقف التنفس مؤقتا اثناء النوم، وده ممكن يكون اوبستراكتيف او نون اوبستراكتيف ابنيا، نتيجة انسداد في مرات او ما فيش انسداد، بيبقى بيحصل كولابس في الاير واي باسج. وبالدي سليب ووكينج اللي بينام اللي بيمشي اثناء النوم، اللي بنسميه سومبرياليزم، مور كومن في الميل تشيلدرن، في الذكور الاطفال. ووك ويز اوبن، بيمشي وعينيه مفتوحه، وعلى فكره بيمشي اكنه شايف بالظبط، بيتجنب اي حاجه قدامه، ما بيتخبطش في حاجه يعني. وين اويك دي كانت ريمبر ذا ايبيزودز، هو لما بيصحى مش فاكر ايه اللي حصل بالظبط، مش فاكر اي حاجه. كومن ديورنج نون رابيد اي موفمنت سليب، اللي هي المرحله الرابعه اللي هي ان 4 يعني. بيد ويتنج برضه بيبقى شائع في اثناء دايما مشاكل النوم، اللي هو التبول اللا ارادي الليلي، التبول الليلي اللا ارادي، ده بيد ويتنج. ناركوليبسي جريت ايرج تو سليب ديورنج الاكتيفيتي، يعني انت صحي كده وقاعد تنام على نفسك، يعني انت صحي اهو وقاعد تنام على نفسك، يغلبك النوم طول ما انت صاحي. ستارت ويز سادن اونست اوف رابيد اي موفمنت سليب، يعني هنا حتى الناركوليبسي ده تدخل على طول في المرحله بتاعت الاحلام من الاول كده، يعني المشكله دي مشكله مرضيه. ناركوليبسي نتيجه ديفيشنسي في الاوركزين، الاوركزين ده نوع من هايبوكريتين 1 بروديوسنج نيورونز، يعني ده اوزين اوركزين بروديوسنج نيورونز بتنتج ماده اسمها الهايبوكريتين 1، كان بي ميجرد في السي اس اف. سيمبتوم سادن كاتابليكسي والدي تايمز اللي بينام على نفسه يعني، والعلاج مودافينيل، العلاج بتاع الناركوليبس اللي بينام على نفسه بالنهار ده مودافينيل. برضه في السليب ديس اوردر رابيد اي موفمنت بيهيفير ديس اوردر، هايبوتونيا فيل تو اوكر، يعني هنا انا قلت لحضراتكم ان هو بيحصل له شيء شبه الباراليس، الشلل في عضلاته تماما، مفيش تون خالص، عشان ما يعملش اي اكشن مصاحب للاحلام، لا هنا بقى في اكشن مصاحب للاحلام، التون ده ما بيقلش يعني. سليب توكينج بيتكلم وهو نايم، نوت ان ابنورماليتي، ممكن دي مش مرض يعني، ذات ساين اوف منتال اكتيفيتي وش اوكر ديورنج ان رابيد اي موفمنت، ده نوع من انواع يعني، واحد بيذاكر مثلا قبل ما ينام، ممكن اللي ذاكره ده ممكن يسمعه كده، يسمع وهو نايم، ممكن كده يقعد يتكلم كده وهو نايم ويراجع وهو نايم اصلا اللي هو ذاكره قبل ما ينام. سنورينج اللي هو مرض الشخير، اللي هو نزل ساوند، it is a production of sound by sleeping person during breathing. The person is usually in the supine position with the mouth open. يعني هو نايم على ظهره وبقه مفتوح، ممكن يبقى يحصل له سنورينج. Tongue sinks back into the throat. ممكن اللسان يرجع لورا ويقفل ممرات الهواء. Snoring is occasionally followed by sleep apnea. ممكن ده بعدها بشوية هو قاعد كده في هذا في السنورينج ده يجي له بعدها توقف مؤقت في التنفس. ممكن تكون مميتة، اللسان يقفل ممرات الهواء ويوقف التنفس، ممكن يموت فيها. ده اللي حاجه اسمها السليب ستادي، بيعملوا بقى السليب ستادي عشان يميزوا الناركوليبسي من السليب ابنيا رابيد بيهيفير، دي الامراض بتاع النوم وكل مرحله من النوم ايه اللي بيحصل فيها، يعني ده اللي هو بيعملوه الباترن بتاع اللي بيسموه بولي سومنوجرافي، ان هم بيشوفوا مراسم المخ تحت ظروف معينه وفي اورجنز معينه كتير، يعني اي اورجنز في الثروت اخبارها ايه، في الابدوم اللي لو كان فيها مشكله كذا، الاكسجين ساتوريشن، يعني بيشوفهم رسم المخ ومع ظروف مختلفة في هذا العين، ضغط الدم أخباره إيه كده. لو شفنا بعض الأسئلة كده في الـ MCQ مع بعض بقى. During which stage of the sleep cycle are the individual most likely to sleep walk؟ يعني أنهي مرحلة من الـ sleep cycle يمشي فيها الشخص؟ فكروا فيها كده لغاية ما نشوف الإجابة. During which stage of the sleep cycle are individual most likely to dream؟ أنهي مرحلة من دول مراحل الأحلام؟ وأنهي مرحلة من دول ممكن يمشي فيها الشخص وهو نايم؟ سؤال واحد non rapid eye movement stage 4. والسؤال الثاني rapid eye movement. نحن نحييك يا دكتورة، شكرا يا دكتورة. اسمك ايه يا دكتورة؟ رهف. ايه؟ رهف عفيفي. يا اهلا يا اهلا، زيك، متشكرين خالص. زي ما انت قلت اهو، ودي الاجابه الصحيحه للسؤالين. طب نشوف سؤالين تانيين كده. Deep sleep non rapid eye movement stage 4 mostly occur late in
8 hours sleep cycle just before waking up. هل هذا صحيح أم خطأ؟ الإجابة دي المقولة دي صحيحة ولا غلط؟ consolidation بتاع social memory occurs during which stage of the sleep cycle. social memory يعني ذاكرة الإجراءات، يعني أنت إجراءات عملت حاجة، يعني في حاجة عملتها، أنت عملت تجربة وأنت بتحلم، عملت إجراء، في إجراء معين عملته، يعني في أكشن معين عملته وأنت بتحلم، دي اسمها البروسيشنال ميموري، مش مذاكرة، لكن دي عملي، في حاجة عملي أنت حلمت بيها وتسجلت في الذاكرة. أنهي مرحلة من دول؟ which stage shows the lowest frequency of the brain wave measured by EEG. السؤال رقم 3، مين هيجاوب يا دكاترة؟ دكتور المرحلة الرابعة المفروض تبدأ بعد الثالثة على طول. إيه؟ الستاج فور المفروض احنا تبدأ بعد ستاج ثري على طول. أيوه. الجست بيفور الويك اب المفروض نرجع لستاج وان يا دكتور. احنا ستاج وان بيبقى انت صحيت. ستاج وان بيبقى انت صحيت اللي قبل انه تصحى على طول رابط اي موفمنت سليب. ستيج 1 يبقى انت صحيح. طيب رأي حد تاني يا جماعة؟ طب 4 5 السؤال 4. دكتور سؤال واحد حيكون فالس. سؤال 4. طيب ارجع تاني للسؤال. سؤال 4 5. انت صح يا دكتوره. عرفتوا انا جبتها لكم الاجابه، هي جبتها لكم من السلايد. بيحصل في الرابد اي موفمنت سليب النوع ده، قلت لكم السلايد مكتوب عندنا دي اللي فيها الدلتا ويف يا جماعه، ودي قلنا اقل تردد، دي اللي فيها الدلتا ويف ودي اقل تردد. السؤال اللي بعد يلا. ايه الإجابة دي؟ إجابة دي. حد عنده رأي تاني؟ شكرا يا دكتور. على فكرة في البي دي اف، في البي دي اف معلش يعني عذرا لو تكرمت صححوا، هي مكتوبة غلط في البي دي اف في الآية، طبعا ما ينفعش نغلط في الآيات، مكتوبة لنافذة، نافذة بالذال، فهي طبعا ده الصح نافذة، لو تكرمت بس عذرا لهذا الخطأ صححوها في البي دي اف عندكم، يعني لنافذة نافذة، وهنا برضو وهنا تنفذ. دكتور بالنسبة للسليب ووكينج كنت في ستيج 4 بس ولا حتى 3؟ هي أكتر في ستيج 4.
سعدنا بحضراتكم، بالتوفيق يا جماعة. يعني هو موضوع شيق، موضوع النوم زي ما انت شفت، يعني مش وحش يعني. وأسفين على الإطالة، شكرا جزيلا. بروف، عندي سؤال لو تسمح. تفضل. بخصوص موضوع الكورتيزول والميلاتونين، هل هو مرتبط بالنوم أو مرتبط بساعات النهار والمساء؟ يعني الناس اللي مثلا يناموا في الصباح ويصحوا في الليل، هل يكون ماشي معهم السايكل زي ما هو، ولا هو يعني محدود بالوقت يعني؟ كويس، ده سؤال كويس، ده سؤال كويس. هو مرتبط بساعات النوم وليس ليل والنهار، خلي بالك. يعني انت لو نمت بالنهار، لو نمت بالنهار انت عندك السليب ريزم عكسه، الناس عندها شفتات بالليل ومش عارف كده. يعني لو نمت بالنهار هو بيوصل الى اعلى معدلاته في نهاية النوم، نهاية النوم بتاعك حتى لو نمت بالنهار. يعني مش علاقة بالليل والنهار، اللي له علاقة بالليل والنهار للأسف هو الميلاتونين. الميلاتونين، لكن انا بتكلم على اننا ناس طبيعيين مش بتوع شفتات. انا بتكلم على ناس طبيعيين، يعني احنا لما بننام بالليل، ننام بالليل بيبدا زياده الكورتيزون بعد ساعتين كده ما بتنام كده، ويوصل لاعلى معدلاته كده اللي هو الصبح بقى، قرب الصبح، الساعه من الساعه 4 صباحا فجرا ولغايه الساعه 10 الصبح، ده اعلى معدلات الكورتيزون. يعني هو بس هو بيزيد بالليل وانت نايم خلاص. لكن هو النوم احنا بنتكلم على ناس طبيعيين، انا بنام بالليل واصحى بالنهار. هو انا، طب افرض نمت، انا نمت بالنهار، نمت بالنهار يعمل ايه في الميلاتونين؟ لو نمت بالنهار يعمل ايه في الميلاتونين؟ ميلاتونين يقل ولا يزيد؟ يزيد في النهار. ها؟ لو انا كان بتكلم عن الميلاتونين، جماعه ركزوا معايا، انا بتكلم عن الميلاتونين. يقل لانه الميلاتونين يعتمد على الليل والنهار مو النوم. شاطره يا دكتوره، بارك الله فيك. شاطرة يا دكتورة. هو الميلاتونين معتمد على تعاقب الليل والنهار، ليل ونهار، مش دعوة بساعات النوم. يا ميلاتونين بالنهار بيقل وبالليل بيزيد. الله، عشان كده النوم بالنهار لا ينصح به. وجعلنا الليل سكنا، سكنا بالليل، ده هو ده الطبيعي. ان الميلاتونين بيفرز طبيعي بالليل، لكن لا يفرز حتى لو نمت بالنهار، لا يفرز ميلاتونين. خلي بالك بيقل الميلاتونين، يبقى النوم عندك هيبقى ارق ونوم مش طبيعي، وقايم مش مستريح، وايه مش في الفول كاباسيتي بتاعتك. لكن الكورتيزول بقى عكس القصه دي خالص، ملوش دعوه بالليل والنهار، لكن له دعوه بساعات النوم. عملوها حتى تجربه في واحد اعمى، واحد اعمى، الاعمى ده ما بيعرفش احنا بالليل ولا بالنهار، بس اقول له نام كده، نام، فنام، فهو نام، اول ما صحى بقى بعد النوم لقى الكورتيزول عالي في الدم، جامي، يبقى هو مع النوم ملوش، حتى لو نام بالنهار، حتى لو نام بالليل ما مش فارقه معاه. يعني الكورتيزول له علاقه بساعات النوم ولوش دعوه بالليل وبالنهار. اشكرك على هذا السؤال يا دكتور، يعني كويس ان انت اثرته. اذا الكورتيزول بيزيد في نهايه ساعات النوم، سواء النوم ده بالليل او بالنهار، لكن الميلاتونين له علاقه بالليل والنهار، فهو بالميلاتونين حتى لو نمت بالنهار فهو بيقل، والميلاتونين بيزيد بالليل، بيزيد في المساء ويقل بالنهار، ده الميلاتونين. انت عارف حتى لو ما نمتش، على فكره، يعني انت عارف حتى لو ما نمتش، انت لو ما نمتش بالليل الميلاتونين بيزيد ويخليك تنام في اخر الليل بقى، ما هتنام بقى حسب الثريشولد عندك عالي بقى، انت متعود على السهر ولا ايه، حسب العادات بتاعتك يعني. شكرا على السؤال يا دكتور، وشكرا على الاجابه يا دكتور. غيره؟ طيب اقروا الموضوع بقى كويس، ولو في حاجه يبقى نتناقش مع بعض ان شاء الله. اي استفسار؟ طبعا المحاضرة كلها بما فيها الديس اوردر، احسن تفتكروا الديس اوردر دي تبع كل المحاضرة، انتم مطالبين بيها طبعا، حتى مشاكل الامراض دي وانهي مرض بيحصل، انهي مرحلة اكتر. زي ما انت سألت يا دكتور، الووكينج بيحصل امتى، التوكينج امتى، يعني ركزوا في المحاضرة كويس. شكرا جزيلا لحضراتكم، شكرا جزيلا، سلام عليكم.